بنفس نتيجة الشوط الأول وبعد أداء جيد، الأهلي يهزم المقاولون العرب 1-0 بهدف لعمرو السولية من ضربة جزاء صحيحة. كابتن علاء، ألف مبروك للنادي الأهلي النهاردة. الله يبارك فيك. أعتقد ضربة جزاء صحيحة هي قدامنا. الله يبارك فيك يا عم. كهربا وعمرو السولية داخل. راح معها طبعا محمود مسعود، بس عمرو كان شايفها جامد. جامدة، فحتى لو راح الكورة في كل الأحوال أسرع طبعا. يعني شوط، يعني المباراة ككل يا ايمن، شوط مباراة جيدة للنادي الأهلي، مع إن كان فيه برضه أخطاء في الشوط الثاني بالنسبة لبرضه الكورة المرتدة اعتمد على المقاولين. المقاولين ما غيرش طريقته، نفس الكلام، نفس الكرة المرتدة. لكن في حاجة بتحصل النهاردة، يعني واضح النهاردة إن مستر موسيماني هو المسؤول عن المباراة. في كام حاجة حصلت النهاردة في الملعب تقول إن هو خلاص بقى مسؤول رسمي. بص على الكور الثابته. انت قصدك اداره المباراه من خارج الملعب؟ هو اداره المباراه هو اللي دايرها. بص النهارده على كل الكور الثابته اللي علينا. بص الوقفه الدفاعيه عامله ازاي. هتلاقي ان الراجل لا، في حاجه اتقالت حتى لو في اليوم او اليوم ونص ده، لكن واضح ان هو قال حاجات معينه اتعملت. دايما كان بيوجه على الخط احمد فتحي، كان بيوجه الشحات، كان بيوجه كهربا. فواضح ان هو خلاص يعني عارف ان وقته قليل، فهو بسرعه عايز الملاحظات اللي هي او الحاجات العيوب اللي كانت موجوده في فريق النادي الاهلي بيبدا يصلح فيها. وواضح ان هو مبادر جدا، ودي حاجه تحسب له تماما. اي حد النهارده غيره ممكن مش موجود خالص تحت، قاعد فوق بيتفرج عادي جدا لحد ما يعني يكون فكره عن النادي الاهلي. لكن واضح ان هو لا، من بدري جاي وعايز يشتغل بسرعه، وبدا يشتغل قبل المباراه. بدا يجيب اكيد، جاب المحل اداء، جاب الغلطات اللي كان بيحصل فيها لعيبه النادي الاهلي، خصوصا في الوقفات الدفاعيه اللي اتكلمنا عليها. مشكله في الحته الهجوميه، دايما فرص كده او بتضيع. امتلاكك للكره النهارده بنسبه كبيره قوي غير المواطن اللي فاتت. مزبوط. في النهارده تحس اللعيبه النهارده بتلاقي بعض بسهوله. مزبوط. مفيش اي حد يمسك الكره، بيلاقي واحد واثنين بيتحركوا بغض النظر عن المقاولين، يعني بغض النظر عن الحاله اللي فيها المقاولين. لكن انا بتكلم على شكل النادي الاهلي. لا، في حاجه بتحصل في الكره النهارده، تمسك الكره، لا في تحركات كتير قوي من غير كوره. مفيش التزام بالخطوط، ودي الحاجه الواضحه اللي ممكن اقول لك عليها واكيد اتكلم عليها. التزام بالخطوط من حسين الشحات وكهربا، دايما زي ما بقول لك بين الشوطين بيدخلوا جوه الملعب، بيسيبوا مساحات وهم بيعرف يستلم، لان بينزل فاضي. نفس الكلام عن محمد مجدي النهارده، شكله مختلف خالص عن كل المباريات اللي فاتت. بيمسك الكوره كويس جدا، شايف الملعب زي ما متفقين. لازم عندك حد نوعيه محمد مجدي، بيتحرك كويس قوي بكوره ومن غير كوره. حاله بدنيه تقريبا لكل لعيبه النادي الاهلي حاله مطمئنه جدا. لكن اللي عايزين اكتر، انت فاهم يا ايمن، عايزين اكتر في الحته الهجوميه. لازم يبقى فيه طمع شويه في اكتر، شراسه هجوميه اكتر من كده. عندك نهم انك عايز تجيب جول، عايز تجيب الثاني، عايز يعني جول واثنين والثاني، ولازم نستغل الفرص كمان. ما هي دي، هي اصل الماتش ممكن فرصه. هي دي ايمن، اصل انت 1-0 دي نتيجه مقلقه جدا، غير مريحه بالمره. يعني في النهارده المقاولين عمل اثنين هجمات مرتده عليك، واحده عاملها مجلي بطريقه ممتازه اللي انقذها علي لطفي، والكره اللي كان عليها البنالتي ورجع الثاني برده خطر. الحاجات دي مع انها كورتين بس يا ايمن، لكن زي ما متفقين احنا مش بنبص على ماتشات الدوري. صحيح. انت بتبص على الاخطاء اللي بعد كده. انت مش عايز اخطاء، يعني بقدر الامكان طبعا، مفيش فريق بلا اخطاء طبعًا. بس انت عايز تخلي اخطاء مش مؤثره، يعني لو اخطاء على الاطراف انا موافق، لكن اخطاء في قلب الدفاع بالشكل ده لا، لازم او بعيد حتى تتعالج وتتعالج بسرعه. لكن في حاجه النهارده، في حاجه اتقالت في المحاضره، في حاجه بتعمل في الملعب النهارده. الراجل انا عاجبني جدا 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 بغض النظر عن 1-0 بس، لكن عاجبني ان الراجل بسرعه مستر داخل على طول في الملعب على لعيبته، بدا يتحرك، بدا يقول بصمته، بدا تبان من بدري مش عايز يضيع وقت كتير. هو ما عندوش وقت، هو لو عنده وقت كان هيبقى براحته، لكن لا، واضح لعيبه النادي الاهلي النهارده في كلام اتقال، في كلام اتنفذ، وفي كلام بيتنفذ، وفي كلام حاولوا ينفذوه. الاخطاء لازم تقل شويه. احمد فتحي النهارده اجاد في ظهير ايسر، ما عندوش اي مشكله، زي ما اتكلمنا قبل الاستوديو ان احمد فتحي من لعيبه الكوره اللي اي مكان في الملعب احمد فتحي موجود فيه ما عندكش فيه مشكله. صحيح. محمد هاني النهارده الحته الهجوميه عاملها كويس جدا، واضح ان برده في كلام على محمد هاني، ان هو دايما هتلاقي فراغ عامله حسين الشحات. لا، في كلام كتير قوي النهارده اتقال يا ايمن. انا عاجبني شكل اداء النادي الاهلي النهارده. انا مش انا بحل شكل اداء النادي الاهلي بغض النظر عن المقاولين وطريقه لعبه، لكن انا عاجبني شكل الاداء. شكل الاداء اكيد طبعا مع استمراريه، مع حاجات اكتر من كده كمان، لا ان شاء الله توصل مرات
الوداد وانت في حاله بدنيه طبعا انت مطمئن عليها، حاله فنيه، حاله اللعيبه كده تبقى احسن من كده بكتير كده. باذن الله رب العالمين. كابتن محمد الف مبروك للنادي الاهلي. مبروك. كابتن علاء اتكلم عن الحاله الفنيه ككل لعيبه النادي الاهلي، اعتقد ان النهارده احسن شويه او احسن كتير من الماتشات اللي فاتت. في بص مع قوه الخصم كمان. يعني انت لازم تضيف ان المقاولين من الفرق القويه، فرقه تقيله، فرقه عندها يعني استراتيجيه بتلعب بيها، وده ناتج طبعا او باين من اول الدوري. النهارده انت الشوط الثاني يمكن احنا اتكلمنا بين الشوطين وقلنا هل رغبه النادي الاهلي هتستمر؟ بالفعل استمرت. يمكن في حته الاستحواذ انا شايف حته الضغط كويسه جدا، في رغبه قويه من كل لاعب انه يثبت نفسه لموسيماني على اساس يحجز مكان ليه في التشكيل الاساسي. النقطه كمان اللي يمكن النهارده لاحظناها تواجد او صلابه خط ظهر النادي الاهلي، يمكن باستثناء بعض الكرات القليله نتيجه سرعات محمد سالم، بس خط الظهر بتاع النادي الاهلي كان النهارده يعني في تمركزات قويه، في تعامل مع الكرات الثابته بشكل كويس، الكرات خصوصا الكرات العاليه، فكل الحاجات دي ايجابيات. يمكن انا شايف سلبيه واحده بس، هي اصابه الشناوي. دي كانت من الحاجات. اصابه الشناوي هو الطبيب الفريق الدكتور خالد بيقول عنده شد في العضله، شد في العضله الضم. ودي انا اتوقع ان شاء الله مش تاخد وقت كتير لان هو طلع على طول. على فكرة. نعم الله. دي القديمه اللي كان مريح عليها اللي فاتت، ما لعبش عشان ده. اعتقد كان مريح عشان كده، وانا ما اعرفش، يمكن بتفق مش عارف عادل او هاني اللي قال، كان يا ريت كمان كان رايح النهارده. ان موضوع العضله الضم ده حاجه عارف ما تعرفش تحكم فيها، بس ان شاء الله تبقى بسيطه يا رب ان شاء الله. فانا بعتبر النقطه دي بس هي الحاجه السلبيه، لكن اداء النهارده قوي، الخطوط متقاربه، ودي حاجه مميزه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، لان دي هتفرق معانا جدا واحنا بنلعب المباراه الاولى هناك في الوداد. لازم تبقى الخطوط متقاربه والمساحات اللي بين الخطوط بتبقى ضيقه، دي هتفرق معانا جدا. النقطه كمان التغييرات احنا يمكن قلنا ان هيبقى وليد سليمان، اليو ديانج، جيرالدو، وايضا هنتكلم على التغييرات في الفتره اللي جايه ان شاء الله، وهنحلل كل تغيير، يعني نقول ده نزل مكان ده اثر، يعني هنتكلم فيها. بس ولكن احنا بنتكلم على الاداء النهارده، الاداء الفني للنادي الاهلي يعتبر يعني يعتبر فوق المتوسط، يعني ما نقدرش نقول ممتاز، لكن نقدر نقول يعني افضل من الماتشات اللي فاتت. افضل طبعا، افضل من الماتشات، والروح كمان احسن كتير من الماتشات اللي فاتت. صحيح. كابتن عادل الف مبروك للنادي الاهلي. يمكن انت قلت لي قبل الشوط الاولاني في بدايه المباراه ان عماد النحاس ليه اسلوب، وخصوصا مع الفرق الكبيره، سيب لك الاستحواذ وبعدين بيلعب على الهجمه المرتده وعلى سرعات اللعيبه اللي عنده، ولكن ده ما شفناهوش النهارده على مدار المباراه. يمكن اتعملت كره طوليه ولا كرتين طوليين طول المباراه، والنادي الاهلي زي ما قال الكابتن علاء كان متمركز كويس ورا، وكان في نسبه استحواذ كبيره جدا. يمكن احنا لو جبنا نسبه الاستحواذ هنلاقي حاجه و60% مقابل حاجه و30% نسبه استحواذ النادي الاهلي. هل مستر موسيماني كان ليه الاثر الايجابي الكبير في التغير اللي حادث دوت؟ يعني طبعا اداء النهارده كويس، انا شايف اداء جيد جدا في ظل الظروف اللي انت بتمر بيها، وشايف في ايجابيات كتير برضو. الكباتن اتكلموا في ايجابيات، بس انا بالنسبه لي اكبر يعني اكبر ايجابيه هي انك الحاجات اللي بتتلعب في ظهر الديفنس واحنا بنجري بناخد وقتنا مع الكوره، دي نقطه مهمه جدا. حاجه من الحاجات الايجابيه جدا، انت فرقه المقاولين اعتقد من اكتر الفرق في الدوري بتعمل الكوره دي، هي وفرقه امبي من اكتر الفرق اللي بيلعبوا على طول في ظهر الديفنس، هم دي الفرق المميزين بيها، الفرق المميزين باللعبه دي. النهارده اعتقد في كوره واحده، كوره وحيده اللي هي لينستروزا اعتقد لويس ادواردو، هو اتعملت له طويله، فكوره في وسط الكور الكتير، في كور كتير اتعملت. أيوة. دي حاجه ايجابيه ما نغفلهاش، وبرده ما نغفلش دور علي لطفي فيها ان هو اشتغل فيها بشكل طبعا. كويس كان طبعا. كان جاهز فيها. دي حاجه من الحاجات الايجابيه جدا. حاجات تانية، في تفاصيل بدات تتعمل، تفاصيل كهرباء والشحات. كهرباء والشحات بداوا يشتغلوا في الحته اللي احنا كنا بنقعد نتكلم فيها، اللي هي اللي اسمها الهاف سبيس. الهاف سبيس دي الحته ما بين الخط ال 18 وما بين قوس ال 18،
بطول الملعب. الحته دي حته خطر، الكهرباء والشحات استلموا فيها كتير، ودي حاجه نقطه لازم الفرق الكبيره تشتغل عليها، بمعنى ان دي المناطق اللي صعب المدافع يدخل فيها كتير معاك. يعني الباك لما تلاقيه لما الوينج بتاعه ياخده كتير في المنطقه دي بتبقى صعبه عليه، صعبه في حالتين، ان الباك دفاعيا ما بقاش عارف هو رايح فين، دخل عمق الملعب كتير، وفي نفس الوقت بتفضي مساحه كويسه للباكين، وده اللي احنا شفناه النهارده. النهارده شفنا فتح كتير جدا في الثلث الاخير، شفنا وكمان مش على عدلته، ده في كور كمان لو في حد اشول كمان على عدلته، يعني لو علي معلول موجود في الحاجات دي هيخلق لك فرص كتير، ولكن فتحي ادى بشكل كويس. محمد هاني برده راح، لو شفنا تعامله مع الشحات في الشوط الاول راح في المنطقه دي كتير جدا، فدي نقطه، حاجه من الحاجات الايجابيه اللي المفروض تبقى موجوده عند اي مدرب بيدرب فرقه كبيره عايز يخلق حلول. الحاجات دي صعبه، وكمان بتخلق مش بتعمل مشكله للفرقه اللي بتدافع، بتجبر الوينج اللي بيدافع عليك انه ينزل ال 60 70 متر دول كاملين، ان هو طبيعي ان الباك بيكمل فلازم الوينج يجي معاه، فبتعمل له ادوار، بيعمل لونج سبرنت عكسي، بدل ما يعمل لونج سبرنت عليك بيعمله عكسي، ان هو يجي يغطي مع الباك اللي بيدافع عليه. فدي نقطه من النقط المهمه جدا جدا، انا شايف ان هي حاجه كويسه. استعاده الكوره بسرعه في وقت من الاوقات برده، خلينا نتفق ان في وقت من الاوقات تحس ان في اجهاد، يعني في وقت من الاوقات لا، في التعاقب المباريات وتتالي المباريات باين في لعيب هياثر عليها، وخروج الشحات في وقت هايل، مش عشان اداؤه لا، هو محتاج ياخد الوقت ده بالذات في الوقت ده، فانا شايف في اجابات كتير جدا. تمركز خط الظهر برده في اجابات كتير. احنا برده محتاجين بس شويه، هي الحاجات ليها علاقه بالتحركات الاماميه. بقى في سرعه في الاداء، ولكن التحركات محتاجه تتحفظ شويه، في حاجات من عن طريق اللاعبين، وفي حاجات عن طريق الكادر التدريبي، فده مهم جدا انه يحفظ شويه ان احنا نقدر نشتغل عليها. واعتقد ده هيبقى موجود، يعني كنواحي دفاعيه ولا نواحي هجوميه؟ نواحي هجوميه، نواحي هجوميه. التحركات الهجوميه جزء شقين، شق موهبه عند اللاعب، وان هو بيشتغل فيها بشكل كويس بيقدر يغير مواقف، وجزء تاني بيبقى فيه التزام شويه من المدير الفني، انت تشتغل فيه لعيب بيجري قطري. لو جبنا الكاميرا على موسيماني في كذا كوره جت بيحاول، عايز اللعيبه على طول تجري قطري، عايز الشحات يجري قطري، عايز كهربا يجري قطري في ظهر الديفنس، فدي حاجه من الحاجات المهمه اللي اعتقد هتعمل حاجه كويسه للنادي الاهلي. الشوط الثاني جيرالدو برده، انا شايف ان جيرالدو عمل احسن وقت ليه لعب في السنه دي، عمل يعني ادى بشكل كويس جدا، كنترول على الكوره كويس جدا في الحاجات اللي عمل جات له. عمل كرات عرضيه، عمل كوره كويسه للكهرباء، عمل كوره بوش رجل خارجي لبرده الكهرباء، ففي حاجات اداها بشكل كويس، ودي برده حاجه من الحاجات الايجابيه. لما تلاقي لعيب عندك بعيد بقاله فتره ويجي مدرب جديد في اول بدايته بياخد الثقه دي برده حاجه ايجابيه. عكس انت طول الوقت انت مع مدرب وطول الوقت بتادي اداء شويه مش بتاعك، او اللي انت الثقه هربانه، فدي برده حاجه من الحاجات الايجابيه اللي بنشوفها النهارده. في اجابات كتير، محتاجين شغل تاني اكتر. اعتقد الكور الثابته والاوتات بقى فيهم شغل النهارده. الاوت في كام اوت الشوط الثاني على حيت فتحي بقى في ثلاثة موجودين، بقى في سويتش بيتعمل بين الوينج ولاعيب نص ملعب، وكمان الفيرود موجود، في كذا حاجة اتعملت، واعتقد فرصة حلوة انك، يعني انا مش عايز اتكلم على فايلر، بس فرصة حلوة لما تدخل على فرقة ما بتعملش الحاجات دي، فأي حاجة هتعملها صغيرة هتبان. واحنا النهاردة شفنا عاملين عدد ايجابيات صح، بمجرد انك بدأت تركز، ان في حد تركيز بس قليل صحيح، ودي حاجه برده من الحاجات الايجابيه، واعتقد هتدفع للراجل ان هو برده يبدا مشواره بمكسب، دي حاجه كويسه جدا. ومكسب مش فرقه مش صغيره، فرقه المقاولين رابع الدوري وبيأدوا بشكل كويس، عندهم استقرار، فبرده هتدي له دفعه كويسه، هو نفسيا هتقلل الضغوط من عليه شويه، ان برده لما يبدا مشواره بخساره شويه بيبقى فيه ضغوط، حتى لو هي مش محسوبه عليه، ولكن النهارده هتدي له دفعه اكتر. اللعيبه انا شايف ان رايحه الاتجاه كويس. اهم حاجه الفتره الجايه انك، يعني هتبقى في صعوبه شويه على موسيماني ان هو يبدا يعمل روتيشن، يبدا يتنازل شويه عن انه يثبت حاجات، ده صعبه جدا، اصعب حاجه في الدنيا انك دلوقتي تتنازل عن انك تثبت فرقه وانك في نفس الوقت تعمل روتيشن ما حدش تعور. بس انا عايز اقول لك حاجه في حته الروتيشن دي، هو مستر موسيماني لسه جاي، فهو طبعا فكره برده لماتش الوداد، فانا فكري طالما في ماتش الوداد الماتشين الجايين
هحط الفكر اللي انا هبتدي العب بيه ماتش الوداد ده جميل بفكر فيه زائد الافراد. ما هو ده الصعب بقى، هو دي الحته الصعبه. انت ممكن تبقى عايز تعمل فكر كويس بس في لعيبه تقع منك لغايه ما توصل لمباراه الوداد. هي دي المعادله الصعبه اللي في الموضوع. وفي حاجه حلوه بالنسبه، وفي حاجه حلوه كمان حصلت في اللقاء انك غيرت طريقه اللعب. ايوه انك لعبت الثلاثه في نص الملعب وقدامهم اثنين وقدامهم واحد. ودي برده حاجه من الحاجات الكويسه اللي مع الوقت، يعني لو عندك الثلاثه دول ممكن تلعب بيهم مباراه الوداد. انا رايي برده انك لما جيت لعبت بيها مباراه الزمالك ما حطتش الادوات اللي عندها سرعات اللي تنجح لك الثلاثه. مظبوط. ولكن الثلاثه اللي موجودين ديانج وحمدي والسوليه ليه لا موجودين وقدامهم اثنين صراع، عندك كهربا وعندك الشحات. هتدي دور في حريه للشحات وكهربا. ودي حاجه من الحاجات الكويسه جدا، وفي نفس الوقت هتحافظ على نص ملعبك بان انت عندك زياده عدديه في نص الملعب. فهي ال 4 3 2 1 دي برده انا شايف ان هي حاجه من الحاجات الايجابيه. انت عايز تقول حاجه؟ ولكن اقول للكابتن هاني على حته الاداء الهجوم، يعني النهارده شفنا استحواذ وسيطره ووصول للمرمى كتير وانتشار كويس؟ انتشار هايل النهارده وانتشار كويس جدا. ولكن لا بالنسبه للانتشار احنا في كذا موقف كده في الكرات العرضيه هو الانتشار ما كانش كويس قوي في الكرات العرضيه. لا بتكلم عن الكوره معانا انما الكابتن عادل اتكلم على حته عدم التركيز. هل حته عدم التركيز هي اللي كانت تنقص لعيبه النادي الاهلي ان هم يجيبوا جول والتاني والتالت؟ فعلا يا كابتن، النادي الاهلي النهارده زي ما الكابتن علاء قال شكله يعني مطمئن. يعني احنا قاعدين بنتفرج مفيش الشده بتاعت كل ماتش قبل كده، ان احنا كنا خايفين ان النادي الاهلي يخش في جول او النادي الاهلي ان هو ممكن يتعادل. لكن النادي الاهلي النهارده شكله مطمئن لحد ما، ان انت بتلعب اللعيبه عندها اريحيه وبيأدوا بشكل كويس كويس، وفي انتشار النهارده وفي استحواذ، ويعني اللعيبه بتلعب براحتها. حته الفينش النهارده يا كابتن ايمن برده هي نفس المشكله بتاعت الماتشات اللي فاتت، لازم تستغل، يبقى في استغلال الفرص اكتر من كده. لازم احنا قلنا الراجل لازم، يعني مستر فايرو كنا بنتكلم كتير في الحته دي، ان الراجل لازم يشتغل مع الناس الفراوده ان هو يشتغل على جون كتير. واضح جدا ان الفراوده بعيد عن الـ عن الـ عن الـ عن شغلهم على الجول، يعني بعيد. ان في ناس النهارده الانفراد بتاع بادجي باين قوي ان هو بعيد، يعني حاجه زي دي يا كابتن عادل ممكن تيجي لك في ماتش الوداد، ممكن تيجي لك كره واحده بس ممكن تخلص بيها الماتش. فلازم النهارده يبقى في استغلال اكتر من كده بالنسبه للفرص اللي بتجي لك. لكن الشكل العام يا كابتن ايمن، يعني انا شايف ان النادي الاهلي النهارده خد اللي هو عايزه من المباراه، قدر ان هو يستغل او يمتص الحماس بتاع اللاعبين المقاولين من اول دقيقه في الماتش. في يعني شايف ان الدنيا كانت سهله النهارده في المباراه. النادي الاهلي زي ما قلت لك قدر ياخد اللي هو عاوزه. طبعا في حالات كتير عايزين نتكلم فيها بعد كده، بس انا عايز اتكلم النهارده على كهربا. قدم النهارده مباراه هايله جدا ولازم نشيد بيه النهارده. يعني راجل بقاله فتره كبيره ما كانش بيلعب، قدر النهارده ان هو يلعب حوالي اكتر من 80 دقيقه او 75 دقيقه. ومستواه ما شاء الله ثابت. تحس ان هو واقف على رجله، بيتحرك كتير، بيشتغل مع الناس اللي جنبه. عمل النهارده اسيست البادجي، كان ممكن قوي بادجي ان هو يحرز هدف هايل من صناعه كهربا. برده نفس الكلام لايمن اشرف، انا شايف ان ايمن النهارده يعني بغض النظر ان هو مش مكانه، لكن الراجل ادى بروح عاليه جدا، قدر ان هو النهارده برده في كذا كوره ان هو يعمل التغطيه اللي بتتلعب من ورانا اللي فيها مشكله بقى لنا فتره برده بنتكلم فيها. قدر النهارده ان هو يقف لحد ما كويس. في لعيبه النهارده في حاجات ايجابيات كتير جدا. السوليه النهارده ما شاء الله برده واقف على رجله، يعني لعيبه. يعني شايف النهارده السوليه جت لقطه كان بيعنف فيها كهربا كهربا. كابتن بعد اذنك معلش نستاذنك، هنروح للمؤتمر الصحفي لمستر موسيماني وبعدين نرجع نكمل حديثنا معاك. السلام عليكم. an awkward game, awkward, different game, because of the tactics from the opponent. Okay, let's continue. A very dangerous team that you played against. Very dangerous on counter attack.
كان ماتش صعب عشان الفرقه بتلعب قدامنا بتلعب خطيره في يعني في الدفاع وبتعمل مرتدات خطر، فكان ماتش ما كانش ماتش سهل. We analyzed them and we saw that even last time when they played Ali they played more on counter attack and they've got quick players to go out. ده حللنا ده واتفرجنا عليه خاصة في ماتشهم الذهاب مع النادي الأهلي، عندهم لعيبة سريعة وبيروحوا بسرعة بالمرتدات. And that is their strength. ودي نقطة قوة عندهم، نقطة القوة بتاعتهم. We played well. لعبنا كويس. لعبنا مش كويس، مش ممتاز، مش كويس جدا، بس لعبنا كويس. We controlled the game all the time. مسكنا الكورة وتحكمنا في اللعب في مسيرة المباراة طول الوقت. In the first half, we did not create many opportunities. ما خلقناش فرص كتيرة في الشوط الأولاني. But we were in control of the game. بس تحكمنا في اللعب. And in the second half, we had a chance to score. الشوط التاني جت لها فرصة تسجيل. But we did not finish the big chance. بس للأسف ما خلصناهاش، وكانت فرصة كويسة كان ممكن تسجل منها. Yeah, so that was it. But we know that. I know that there's a lot of work that I have to do. عارفين وانا عارف ان المفروض في شغل كتير المفروض يتعمل لسه. Especially on my defense. خاصة في الناحية الدفاعية بتاعت الفرقة. And also on my two wingers. وسواء الوينجين على الطرفين. الشحات and كهربا. الشحات وكهربا. But I'm happy with كهربا because he hasn't played for long. انا لعبت كهربا لانه كان بيلعب الطويل. And I could see that he lose the energy. وبالنسبه له انا حاسس ان هو بقاله فتره بعيد عن اللعب وفقد الطاقه، ما كانش قادر، عشان كده غيره. Yeah, but Afsha was very important player for us. لكن أفشا كان لعيب مهم جدا بالنسبه للفريق. سوليا نفس الموضوع بالنسبه لسوليا. And Fatih in the midfield. حمدي فتحي كمان. Yeah, but we played well. لكن لعبنا كويس. Even though we played a right-footed player, we played him on the left back, which is Ahmed Fatih. حتى أحمد فتحي بيلعب اليمين، حطيناه back left. But he's experienced. بس بخبرته. Yeah, I'm just. لعب كويس. I'm just a little bit worried with Ashraf. كنت قلقان شوية أيمن أشرف. Because he twisted the ankle. لأن أنكل رجله لف. And you know our situation with the center back. كنت عارفين الموقف اللي إحنا فيه، طبعا ما فيش قلب دفاع، ما عنديش سرد باك. Thank you very much. But yeah, important. Player goalkeeper. جون مهم عندنا حارس المرمى، جون بتاعنا لعيب مهم بالنسبة للفرقة. كابتن شناوي. I hope we don't have a problem because we losing players and. اتصاب وخرج، أتمنى يا رب ما يكونش إصابة خطيرة، نحن نفقد لعيبة. But I'm happy with the game. We control the game. بس أنا مبسوط بشكل عام المباراة، واحد تحكمنا في مسيرة اللعب في المباراة. وخلصنا الماتش كويس، نهينا كويس. But in the second half, the first 10-15 minutes we dropped. ساكن في الشوط الثاني اول 10 دقائق او ربع ساعه الاداء نزل شويه. Yeah, but my first game so. لا اول مباراه ليا فمعلش. شكرا. شكرا. احنا شفنا توظيف الاجنحه في عمق الملعب. وسيله الجزاء ذا وينجز. يبقى ليهم حريه في الهجوم. فهل ده يعني هيساعدوا بدنيا، اللعيبه هتساعدوا بدنيا على الوظائف اللي هو بيديها اللعيبه دي؟ You give a good word to the wingers to and out and the two backs right back and the two wingers move a lot and the right back go under the condition, the physical condition for the player. It will be good to help you to apply your thinking. Our wingers. Yeah. We need to work a little bit harder on the condition of the player. طب المفروض نشتغل الحته البدنيه بتاعت اللعيبه، عزوف اللاعبين المفروض نشتغل عليهم اكتر. كهربا because he was injured. طبعا كهربا كان مصاب، راجع من اصابه، الشوط مش اشتغل. I don't know the history of Al-Shahat. انا مش عارف الشحات ايه بالظبط يعني. But قبل كده كان ايه؟ We need a little bit of work. I need the tempo a little bit higher up. حاجه كمان حته بدنيه، وبيحتاج طبعا يزود الايقاع شويه، يشتغل عليهم شويه الحته البدنيه. But I will find out why they're not in good condition. هشوف الاول ليه يعني ليه اللعيبه المستوى بدا ينزل، ليه نازلين بدنيا. At this point in time they should be in good condition. I mean في الفتره دي المفروض يكونوا كويسين. الدوري خلص، المفروض يكونوا لعبوا ماتشات كتيره وظروفهم يعني البدنيه كويسه، حياتهم البدنيه كويسه. فانا هشوف، انا هرجع اشوف الحته البدنيه بتاعتهم ليه، يعني هو مش راضي على ادائهم، محتاج يزودهم شويه. اوكي فهمت.
سامح فواز اخبار اليوم اخبار رياضه. First we congratulate Mr. Mosemani for the great match for today and we wish you luck for Ali. My question for you, please tell us about the what happened with Shinawi and if he had a big problem and what if his pain or his problem got too much through the African matches. What will be your plans? Thank you. Okay, you answered already for the first part, but second part, if he has injured, what is it? Yeah, we have to see with the doctors to do the scan and see how big the damage is. نشوف مع الدكتور هيعمل أشعة ونشوف الإصابة إيش شكلها إيه. And we cross our fingers. نتمنى that is not a big injury because we need. إصابة كبيرة. We can't afford more injuries. مش هنقدر نتحمل إصابات أكتر من كده في لعيبة غريبة عندنا. We have too many players out there. عندنا لعيبة كتير غريبين بسبب الإصابات. We have a little bit of a hospital in here. مستشفى هنا زي ما انت قلت. But we have a hospital. لسه عندنا تحويل بين المستشفى من كتر اللعيبة المصابين. Yeah, but we will get there. And if he's injured, with the second plan B, if he's not absent, he'll be absent for the. We have to make sure that we manage the team. Because how نتأكد إن سوينا دي فريق طريقة كويسة فنية. Risk Al-Shaami. You got to have him ready for the. نحاول نجهزه. أنت بعد ما فش نأخذ المخاطرة بغيابه. Ashraf twisted the ankle. يعني دلوقتي حنشايفين دلوقتي أيمن أشرف رجلي لفت الأنكل رجلي لفت مع لو تصاب لا قدر الله ما فيش سرد باك تاني خلاص. لعيبة كلهم مصاب. So I have to manage and we'll see maybe bring a midfielder to play center back and it won't look good but we have to manage. Until we arrive in Casablanca. And for the Shinawi, if he will be absent, what is the plan? Well, if he could not finish the match, obviously he can't play in 3 days' time. Eh? I'm not a doctor, but we'll hear from the doctor. But I don't think so. هو بيقول لك بالنسبة لغيابات بيقول لك بالنسبة لسرد باك لو قدر الله حصل إصابة أو حاجة هيضطر ياخد مثلا هيحاول دور على حلول هيحاول ندي المشكلة نحلها ونحاول ممكن نحط حد مثلا لاعب ارتكاز من وسط الملعب نرجعه ممكن يبقى سرد باك أو حاجة. بالنسبة للشناوي بيقولوا يعني خرج والماتش ومشي على رجله يعني فإن شاء الله خلال 3 أيام ممكن يتعافى ويرجع يلعب تاني إن شاء الله يتفائل متفائل يعني. محمد أرالي مسافة. فضل طبعا بس طبعا راحه بس موسمين طبعا في اول فيرست جيم تكريم دي طبعا برحب بيهم طبعا كل التوفيق. انا بس عايز اسال سؤالين الاول نفسي طبعا بعيدا عن الكوره احساسه ايه طبعا في اول تكريم مباراه في مصر وهو بيقود النادي الاهلي والنادي الاهلي هو المدرب الافريقي يقود النادي الاهلي احساسه النفسي. والسؤال الثاني هل وقف على تشكيل اللي هيواجه بيه الوداد وعلى الخلاصه اللي هيشارك بيها لو باذن الله ما حصلش اي اصابات في الفريق الفتره الجايه؟ It's an opportunity for me to be appointed the first African coach for Ali. فرصة طبعا فرصة كبيرة لي أن أكون أول أفريقي مار النادي الأهلي أول مدرب. It's a big honor from Captain Bibo to put me here. شرف كبير كابتن بيبو يعني ادوني إن أكون موجود هنا وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. And yeah, it's a big honor. It's a big club. وشرف كبير وده نادي كبير بدربه. Club of the century, my friend. نادي القرن يا صديقي. And we respect. وبحترم ممتن نحترم النادي بكل احترام. And you have this, I mean, about the squad we play against Wydad. The squad we play against Wydad. You can't make the decision now because we have two more games before that. ما فيش نحدد ذات التشكيل اللي نلعب بيه لأن لسه فاضل ماتشين ممكن حاجات تتغير فيه. But the two games is it league games? Eh? No, it's not cup. League games, no league games. We have to make a decision. I'll speak to my technical team. I'll speak to Sammy and see if. Do we want to risk the players on the next two games on the league that we already won? But I think the most important thing is to win the Africa Cup of Champions League. بقولها فاضل ماتشين لسه بيسألني الدوري ولا كاس قلت له الدوري. So we have to manage the team. Of course the badge is important because it's Ali, you can't just play anybody. But you have to also think about the most important game. So if we have a lot of injuries and I don't have anybody to come in, eh? So we have to have a makeshift, you know,
not the normal team, but we have to adjust. And it won't look good. And obviously, I hope that it doesn't drop too much. But what's important for me and what's important for Ali is to win a Champions League. So sometimes when you do that and the standard drops and it's not good for the team. But we need to say what is the priority, what is more important for Ali. But I think Ali can win the cup. Ali can win the Champions League. And if we win those two at the back, I think that's what you want, eh? That's what everybody wants, you know? And nobody will care too much what happened in between if you deliver the two trophies. So we need to be balanced and do the things cleverly. We should not play with the emotion. بص هو حضرتك سالته بتقول له ان وصلت الشكل اللي هتلعب بيه او التشكيل اللي هتلعب بيه بيقول لك لسه فاضل مباراتين سال لي في الدوري في الكاس قلت له في الدوري فبيقول الماتشين دول انا هتكلم مع الجهاز الفني بتاعي ومع كابتن سامي قمصان عشان نشوف فكره ان احنا ممكن نريح بعض اللاعبين الاساسيين لان احنا ما عندناش لعيبه يعني اللعيبه اللي موجوده لو اتصاب منها حد هتبقى مشكله بالنسبه لنا بس احنا لازم شعار النادي دي حاجه كبيره ما ينفعش نلعب مثلا ونطلع بنتيجه مش كويسه ما تلقش باسم النادي بس احنا اوريدي خدنا الدوري خلاص حققنا اللقب فممكن نعمل الموضوع توازن يعني ممكن ما تبقاش الفرقه اساسيه ممكن نطعم بعض لعيبه من بره ممكن نريح لعيبه اساس نعمل تطلع بشكل كويس لان في الاخر المهم هو بطوله افريقيا اللي احنا بنشتغل عليها بيقول انا اعتقد الفريق ده سهل جدا يكسب كاس مصر اوريدي خدنا الدوري المصري هو ممكن عنده حظوظ كبيره يكسب كاس افريقيا فالفتره دي هيحاول يلعب الفرقه بس بإراحة بعض العناصر علشان ما ياخدش مخاطره بالشكل ما اثرش على اداء الفريق لان فريق النادي الاهلي ما ينفعش يظهر بشكل ما يليقش بشعار النادي اسلام مسامة مقال عليك شفنا الاول ببارك له على اول فوز تحت كاس الملك سؤالي شفنا عصبية ونرفزة كتير بخصوص كهرباء هل كان في تعليمات محددة لكهرباء ما تمش تركيزها في الملعب؟ عصبية من هو؟ لا يعني مش عصبيه كان في تعليمات كتير منه لحق تو شفنا عصبيه مين هو ولا الكهرباء I was nervous والان اتعصبت السؤال بقى عشان ما اسمعوش سمعنا شفناك متعصب شويه على الخط مع الكهرباء كهرباء played good he just doesn't have the energy, the right energy levels, because he hasn't been playing football for a long time. But it's good. I'm pushing him. I want the best out of him. He's a good player. I'm just pushing him. هو بيقول هو سؤال طرح حياتك شفناك متعصب على الخط مع كهربا يا ترى كان في بعض التعليمات الفنيه هو ما نفذهاش فهو بيرد عليك كهربا لاعب كويس انا ما كانش متعصب هو كان بيحاول يكلمه ويشجعه هو بقى له فتره غايب فما كانش عنده الطاقة الكافية انه يقدر يلعب بيها يتحرك جامد فهو كان بيشجعه يعني بيحمسه لكن ما كانش متعصب ضده ولا حاجة هو لعب كويس المباراة. اوكي؟ كريم محمودة موقع أهلي مصر. كريم محمودة موقع أهلي مصر. اتفضل يا فندم. هل المباراة المباراتية في الدوري كافية لتوصيل فكره الفني لمباراة I don't know. We will see, but we will use the games left for me to build the condition for people like Karaba and to see the other players how they contribute also into the game. So it will help me also to have an understanding of the team. So I'm only 2 days here. هو بيقول لك هتاخد الماتشين او سؤال حياتك يا ترى الماتشين الفاضلين في الدوري قبل ماتش الوداد كافيين ان انت توصل فكرك او شغلك الخططي للفريق وتجهزه فبيقول لك هو فاضل ماتشين انا حاول استخدم الماتشين دول او استغلهم عشان ازود بعض الظروف مثلا البدنيه زي كهربا او اللعيبه التانيين اشوف ازاي ممكن يساهموا فنيا مع الفريق ايه ممكن مساهمتهم بيقول هو فاضل الماتشين هو لسه جاي يعني وده المتاح يعني اوكي خلاص اتفضل احمد عصام First, congratulations to be here, and we are glad to have you here in Ali. Shukran. We knew yesterday you have a long meeting with the players.
we need to know what the main taking point in that meeting. Thank you. Which meeting? With the player before the training yesterday. Oh, okay. Yeah, well, I'm only 2 days. You mean business? So I'm trying to put everything quick into my philosophy, and not only about the play about the game, also about I need them to understand the way I want them to play. But football is not only the physical side or the technical side. Football is also the mental and understanding how we do things. And I'm getting information of how they were doing things before, and I'm leaving the good things where I think I need to change. I'm slowly bringing that, and I need to hear them. I need to know what they think and how they feel. So I'm just in the process of listening, understanding before I can do anything. I'm just listening now. I'm listening to the players. I'm listening to Samir. I'm listening to Sammy. They're important for me. I'm listening to the doctors, because why we have so many injuries? What happened? What happened? Something might have happened wrong, man. We can't have so many injuries, you know? Did we manage the injuries very well? And I respect the previous coach. I mean, he's a big coach. I respect, but I need to make sure that we arrive in casa in good shape, and the return leg we should try and finish. بس هو السؤال بتاع حياتك الاجتماع كان في اجتماع مطول امبارح مع اللاعبين، ايه اهم النقاط اللي اتكلمتوا فيها؟ فبيقول لك انا لسه جاي بقى لي يومين، مفيش وقت طبعا ازود لهم خطه او احط لهم خطه افهمهم هتعملوا ايه، الوقت ضيق. انا كره القدم مش بس حته بدنيه وحته فنيه، في حته ذهنيه. انا حبيت بحاول قدر الامكان اظبط الحاجات اللي ممكن اظبطها في الوقت الحالي، يعني في حاجات متغيره اقدر اعملها. انا بسمع، بحاول اسمع واشوف بعيني، وباخد راي بعض المحيطين عشان اعرف الدنيا شكلها ايه، وباخد راي بعض المحيطين والموجود مع الفريق من قبل كده زي كابتن سامي قمصان، وبتكلم مع الدكتور عشان اعرف ايه سبب الاصابات. مش طبيعي الاصابات بتطول بالطريقه دي. وكان في مدرب قبل مني كان بيشتغل كطريقه مختلفه، بشوف طريقته ازاي مع كامل احترامي ليه، مدرب كبير. بس انا حاول قدر الامكان ان اطلع انفذ الحاجات اللي اقدر اعملها في الوقت الضيق ده عشان ما نوصل لكازابلانكا، نوصل واحنا نقدر نحقق، يعني نروح بافضل شكل افضل شيء واحنا رايحين هناك، ونحقق افضل نتيجه عشان ما نرجع نقدر نكسب او شال يعني في مجموعه الماتشين ونتاهل للدور النهائي. بس النهارده شفنا محمد طاهر مع الاهلي، بس طاهر محمد طاهر عشان القانون بتاع السيادة الدولية، احنا عايزين بس نعرف تعليقه على المشاهد اللي بيعمل كده، بحيث ان هو هيبقى لعيب جديد بالنسبة للاهلي، وتعليقه على اللعيب هل اتفرج عليه قبل كده وشاف حاجة؟ يوسف فولو هيم يو تي هاف ان ايديا اباوت هيز لافنت. يا I did not focus a lot on him. I need to focus on Ali. My main important point is to focus on Ali. Now that I know about him, I will watch the game again and I can start focusing on him. I was too much worried about the team today. So I can't give an opinion now about the player. I will give the opinion later about the player. Okay, but I'm just saying we must just come down a little bit. I'm only 2 days here, so please give me some time. Let me. I have a ward of hospital. I have a ward here. You know what's a ward? A hospital ward. Yes. that I find here, so I need top doctors to bring the players quickly. I don't know if it's possible. طب حضرتك تساله وتقول له طاهر محمد طاهر اللي كان بيلعب في نادي المقاولين اللي لعب النهارده، يا ترى انت تابعته؟ ايه رايك الفني فيه، خاصه ان هو مضى ووقع على النادي الاهلي ويلعب الموسم الجاي؟ بيرد بيقول لك لا انا كنت مركز مع فرقتي، ما كانش عندي وقت ان ابص عليه، بس دلوقتي لا كنت قلقان اول مباراه ليا، بس انا كده بعد يعني بعد الماتش ما خلص ممكن اتفرج عليه بهدوء واشوف مستواه، عندي تقييم فني ليه. بيقول انا عندي حاجات مهتم بيها الفرقه، كنت قلقان اول ماتش ليا مع الفريق، فكنت حابب ان يطلع بشكل كويس،
كنت قلقان، وانا عندي هم تاني جوه، عندي مستشفى جوه، عندي مصابين، محتاج فريق كبير من الدكاتره عشان يعالج اللعيبه المصابه عندي. So I need to see what I do when Al Shawani is not there. The goalkeeper came in, what's his name? Ali. Ali came in and I need to a solution for Ashraf, and I don't have a center back, so I must try and get somebody to play there. So yeah, so pray for me. اوكي ترانسليت بيقول لك بالنسبه للشناوي هو يعني خرج لاعب عين نوتي بيتناشوا بس حالته شكلها ايه يعني كمل الماتشات الجايه ولا الشناوي هيرجع. وبالنسبه للسيرد باك ايمن اشرف يعني اتحمى على نفسه كمل الماتش وهو مصاب، هيبقى مصاب ولا هيجيب لعيب تاني يلعب في المركز ده؟ فنبدو حاجات هي شغله. صلوا له ادعوا له ربنا يوفقه ان شاء الله. دونت لوز انذر وان ان شاء الله مش هيحصل لعيب تاني. لو ما امشي يفضلوا دول انها اكيد. مستر موسيماني اتكلم كلام معقول جدا ومتزن جدا، واتكلم كلام كتير جدا هنتكلم فيه مع محللينا كبار، ولكن بعد الفاصل. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وكنا قبل الفاصل بنتكلم على الوقائع المؤتمر الصحفي لمستر عثماني، وقال كلام كتير جدا وكلام واقعي. كابتن علاء هو يمكن اتكلم في البدايه وقال احنا لعبنا كويس، مش كويس قوي، ولكن احنا لعبنا بصفه عامه يعتبر كويس كاول مباراه ليه النهارده، ويبدو من كلامه ان كانت الاداره الفنيه فعلا ليه واضحه. يعني احنا كنا اجتمعنا كده ان مستر موسيماني هو المسؤول عن المباراه النهارده. الاول من اول راجل من اول ثانيه واقف على الخط، هو اللي بيوجه، هو اللي بيتكلم، فواضح ان هو المباراه كان هو اللي بيديرها النهارده. صحيح. الاسئله كتير جدا جدا. اسئله بعيده واسئله قريبه واسئله على ناس مش موجوده، لكن هو كل كلامه كان بيتكلم على حاجتين. هو مبسوط من الاداء، وده كان الحمد لله كلامنا كلنا في الاستوديو هنا، الاداء الى حد كبير هو مبسوط النهارده من اول مباراه ليه. الوقت كان ضيق جدا، ما قدرش طبعا يعمل كل حاجه ممكن كان يحضر بيها المباراه النهارده. اثنى على بعض لعيبه كتير قوي، يمكن بس هو منزعج من حته الاصابات، صالح الشناوي ويمكن ايمن اشرف، اشاد باحمد فتحي وراح الشمال ولعب. اكثر من لعيب اتكلم عنه كويس كهربا، طبعا بدنيا هو اتكلم عنه البدنيه لسه مش فت قوي، دي حقيقه. لكن شكل الاداء في الملعب ايمن لا هو راضي عنه، لكن ناقص ماتشين بس. هي المشكله اللي احنا اتكلمنا فيها حتى وكان بيتكلم، هو بين نارين، عنده بارتين. صحيح. ما بين ان هو عايز يوصل للاداء او يوصل للشكل الامثل لفريقه اما يوصل الوداد، وما بين ان هو خايف من الاصابات، والاصابات دي هي اكتر مشكله هو يعني قلقان منها جدا. قلقان منها جدا جدا. صحيح. ان ما عندكش بدائل الحاجات كلها قليله. فهو دلوقتي هيفكر يريح مين ويلعب مين، وعايز برضه لحد كبير يوصل للشكل النهائي والناس اللي هتنفذ طريقه لعبه في الوداد. فدي خد بالك مش سهله على فكره على مدير فني لسه يا دوب جاي، مفيش يومين. بس انا ليا تعليق في الموضوع دوت، لكن هنروح الاول نشوف زميلنا كريم احمد ومعاه الكابتن سيد عبد الحفيظ من ملعب المباراه. بجد التحيه ليك يا كابتن ايمن شوقي، كل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. ضيوفك الكرام، مبروك النهارده طبعا الفوز لفريق النادي الاهلي، فريق عنيد اكيد المقاولين العرب. كابتن عماد حسن كان عامل اداء اكثر من رائع، لكن كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره نتكلم معاه على المباراه. مبروك يا كابتن سيد. يمكن النهارده مش شفناش جيم مقفول، شفنا جيم مفتوح، يمكن هو ده اللي احنا كنا بنتمنى نكون الفرقه اللي قدامنا بتلعبنا كوره النهارده، يمكن رغم الغيابات والاصابات العديده جدا، لكن اداء بالنسبه للنادي الاهلي اداء مميز جدا، معقول المباراه تحت القياده الفنيه المستر بيتسو موسيماني. الحمد لله. طبعا يعني برضو مباراه في اطار الاستعداد والتحضير لمباراه الوداد، يعني الحمد لله كان يهمك برضو ان انت تكسبها يعني بمعنويات وروح جديده واجواء جديده. فالحمد لله الى حد كبير جدا الاداء كان هايل جدا في الشوط الاول، والشوط الثاني استمر طبعا وضع طبيعي، يعني انت كسبان فوضع طبيعي هيجي عليك هجمه، ده وضع طبيعي يعني. الحمد لله طبعا يعني الشناوي يمكن خرج من البدايه بمجرد ما حس بيها، ان شاء الله ما تبقاش فيها حاجه تطول، يعني ان شاء الله باذن الله هنعمل اشعه النهارده او بكره على اقصى تقدير وهنطمن باذن. لكن ان شاء الله الرحمن انا متفائل، شخصيه الشناوي وروحه واصراره كده ان شاء الله الرحمن يكون معانا باذن الله.
يمكن اكيد كنا بنتكلم على الدعم والمسانده والتكاتف في الفتره الجايه من جمهور النادي الاهلي تحديدا مع مستر بيتسو موسيماني. لعيبه النادي الاهلي عندها الرغبه وعندها كل الامور دي، لكن مع مدير فني جديد بالمعنويات دي، راجل اتكلم عن النادي الاهلي بشكل كبير وعارف قيمه النادي الاهلي بشكل كبير، ده امر مهم جدا يا كابتن سيد حابين نتكلم عنه. احنا عندنا ثوابت، يعني الثوابت بتاعتنا المدير الفني اللي موجود بتبقى على طول في ظهره وبتحضر له كل الاشياء، وكل مش هو بس الجهاز الفني كله يعني، واللعيبه كمان. ده دور الاداري او الدور في النطاق المجال اللي هو المساعد ليه يعني، فبتهيئ له كل الاجواء الصحيه اللي تساعده ان هو يطبق فكره او الاشياء اللي عايز يعملها او الحاجات اللي بيبقى محتاجها يعني. ان شاء الله الرحمن نكون موفقين معاه، وان شاء الله الرحمن باذن الله يكون اضافه جديده بالنسبه لنا. واعتقد ان هو مقدم يعني ورقه تمدد من قبل ما يجي، حتى من خلال مشاركته في افريقيا ومن خلال تواجده في البطولات الافريقيه في الخمس ست سنين اللي فاتوا يعني. يمكن الاصابات عديده جدا، اجاي والشيخ يمكن ما كانوش متواجدين، عايزين نطمن عليهم هل هيكونوا متواجدين بقى خلاص، يمكن عندهم اجهاد عام. وايضا كمان محمود وحيد حابين نطمن عليهم بشكل عام. احنا يا دوبك يعني اي حد بيحس باي حاجه بنحاول ان احنا نريحه يعني، الوقت خلاص بالنسبه لك يعني وصل لمرحله صعبه يعني. لكن ان شاء الله الرحمن ما يبقاش في حد على مباراه الوداد يبقى عنده اي حاجه يعني. اجاي ان شاء الله الرحمن ممكن يخش معنا بكره باذن الله. احمد الشيخ هنشوف الوضع بكره ايه، النهارده يعني هنشوف زي ما قلت لك الشناوي بكره او النهارده يعني على حسب ما تتحدد له اشاعه في اللي هيعملها ان شاء الله، ونطمن باذن الله على الباقي. عارف طبعا الفتره الجايه كلها يمكن بالنسبه لمباراه الدوري العام مع مباراه بيراميدز هي تحضيريه لمباراه الوداد، لكن بشكل عام التحضير لمباراه الوداد ميعاد السفر اتحدد، الامور لسه السفاره فتحت كل الامور ده كابتن سيد عايزين نطمن عليه. احنا حددنا انا والراجل امبارح السفر هيبقى يوم 13 ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله تبقى طياره خاصه يعني، ده قرار مجلس الاداره بنشكرهم عليه طبعا، وقرار لجنه التخطيط وكابتن الخطيب. فيعني هتبقى السفر يوم 13 ان شاء الله، والعوده ان شاء الله الرحمن هتبقى بعد الماتش على طول يعني باذن الله. شكرا كل الشكر والتأييد طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره للنادي الاهلي، طمنا من خلاله طبعا على فريق النادي الاهلي بشكل عام. يمكن ان شاء الله زي ما قال اجا يكون متواجد ان شاء الله في تدريب الغد احمد الشيخ، لسه الامور بالنسبه له. يمكن الشيء الاهم كمان هو مباراه الوداد والتحضير والسفر، الامر اللي جاي هو ده مهم جدا لفريق النادي الاهلي، ويمكن ده شيء مهم جدا. المباراه ما تكون يوم 17 تسافر يوم 13، معاك عدد كبير من الوقت ان شاء الله تتدرب يوم واثنين وثلاثه في الاجواء المغربيه باذن الله. طبعا اهم حاجه ان يكون الاجواء هي دي اللي هتكون بتساعد فريق النادي الاهلي، ان انت تحط نفسك في الاجواء، ده امر مهم جدا لفريق النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله الرحله تكون موفقه، نرجع باذن الله سواء ب 90 دقيقه تكون لفريق النادي الاهلي نتيجه واداء، وايضا كمان بقى ننتظر ال 90 دقيقه الاخرى اللي هتكون ان شاء الله في مصر، ان شاء الله في وسط جمهور النادي الاهلي اللي بيتمنى يكون جمهور النادي اللي هو السند والدعم الحقيقي لفريق النادي الاهلي. عوده ليك من جديد يا كابتن. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد. كابتن علاء كنت بتقول ان مستر موسيماني عنده مشكله الفترة اللي جاية، قصر ضيق الوقت والإصابات، وهو كمان في كلامه قال إن هو هيريح بعض اللعيبة، ولكن المعنى المفهوم من كلامه بهو عنده تصور التشكيل اللي هيبدأ بيه ماتش الوداد مش من الوقت يا يعني. أيمن هو في طريق كلامه، على فكرة عاجبني كلامه جدا جدا، واقعي جدا، وبحس إن بتكلم بهدوء وذكي جدا، هو عارف بيتعامل إزاي. هو لسه ما عندوش ملامح أيمن إن هو بيتفكر هو هيلعب ازاي الاول ضد الوداد، وبعدين الافراد اللي هتنافس الطريقه بتاعته لسه يعني ممكن نص يعني 50%، لكن لسه في باقي افراد عايز يطمن عليه وعايز يشوفها. عشان كده بقول لك هي المشكله في دي، انت عايز توصل للشكل الامثل اللي تلعب بيه الوداد، صح، وخايف من الاصابات، صح، ووقتك ضيق، وانت اول مباراه النهارده تبقى انت المسؤول عنها. كل الحاجات دي هو لازم يتعامل معاها، عايز يتعامل معاها الاصابات كمان، الاصابات كتير جدا هو بيشتكي منها. فكل ده عارف برضو مش سهل على مدير فني لسه جاي. أيوة. يعني هو واضح ان هو طموحاته كبيره جدا مع النادي الاهلي، وواضح كمان ان هو حتى من تعبيرات وشه ان هو مبسوط جدا ان هو جه النادي الاهلي. أيوة. وحاجه بالنسبه له كانت حاجه كبيره وحصلت. أيوة. لكن كل ده حلو وكل الكلام ده كويس، لكن هو عنده الوقت توقيت صعب، رفاهيه الوقت مش في صالحه تماما يا يا ايمن يعني. فهي دي بس الحاجه الوحيده اللي مش في صالحه. عايز يعمل فرقه وعنده اصابات، وفي ناس لسه عايز يطمن عليها، وعايز يطمن على الشناوي ان شاء الله يبقى بخير. النهارده رجوع علي لطفي برده حاجه كويسه يعني، الحمد لله على السلامه من حته المرض دي، وان هو لعب نزل النهارده كمان دي حاجه كويسه. الاجابات كتير في الملعب، حتى الاجابات اللي اتكلم عنها هو مبسوط ان في حاجات كتير قوي اتعملت النهارده في الملعب شكلها حلو. شكلك النهارده في حاجات هو قال عليها كده في عجاله حتى مع الاجتماع مع اللعيبه، لكن بدأوا ينفذوها. كان عادل اتكلم فيها وانا اتكلمت فيها، وحته الكره الثابته اللي علينا مش اللي لينا كمان. بدا يبقى ليك شكل فيها كويس قوي، حته التغطيه اللي هي في القلب دي واحده بس عدت، لكن برضو اتحسنت شويه. شكلك الهجومي
مع قله التهديف زي ما كان بيتكلم معاها هاني مش بس شكلك كويس بتوصل كتير حته بقى انك تخلص دي ما اعتقدش تبقى فيها صعوبه يعني أي. بس عايزه حته تكرار كتير أي. كل ده الكلام ده حلو قوي وهو الراجل ده لو عنده وقت اعتقد كان هيبقى بس هي دي الكوره اللي اتصف فيها الشناوي صح؟ هي دي مش كده؟ لما أي. نزل لما نزل بص يا ايمن ومسك الكوره لما نزل هقول لك حاجه ده يديك دليل كبير قوي ان الشناوي بدا المباراه مش سليم او في حاجه ايوه عشان او هو كان حاسس ان هو سليم دايما عضله الضامه دي وكلنا لعيب الكوره خدعه لا اكبر عضله تخدعك في الدنيا تحس ان انت بقت كويس وتعمل تيست كويس جدا وتسخن لكن صح. لكن في لعبه يعني دي في الطبيعي مفيش حاجه خالص لكن صحيح. هو كان اطمن هو بقى كويس واكيد ما نزلش الملعب غير لما الدكتور قال له لكن هي دي العضله الضامه عشان كده اللي عجبني في الشناوي كمان ان هو حس خرج مش محتاجه انك تتحمل على نفسك ان مفيش وقت أيوة. فهي بس هي دي مشكله ان هي مش اصابه ان شاء الله اصابه خفيفه لان هي الشكل نفسه ما يجيبش اصابه جامده أيوة. لكن واضح ان هي كانت حاجه بسيطه وزادت شويه لكن الشناوي ان شاء الله يعني يا رب كده خلال بكتير اسبوع يبقى كويس ان شاء الله موجود في الملعب لكن باختصار بقى عشان مش هتكلم كتير في الموضوع المؤتمر الصحفي الواضح ان الراجل اتكلم كويس قوي واضح ان هو راضي طبعا مش في اعلى درجات الرضا زي ما بيقول لكن هو راضي على اول مباراه هو قادها راضي على شكل اداء اللعيبه كلامه بيبين كده كلامه بيبين كده ومبسوط ان قدر يبقى يتحمل اول مباراه النهارده ويبقى الشكل كده واللي عاجبني فيه بيقول لك حاسس ان هو اولا وشه مريح جدا راجل ذكي هادي كمان هادي تحس انفعالاته مفيش انفعالات لدرجه ان في واحد صعب ساله برده سؤال خارج شويه قال له انت انفعلت على كهربا فقال له انا واقف بوجهه وده ومش انفعال انا لازم اقول له حتى اعمله بوشنج يعني لازم ادفعه لازم اخليه الاحسن فبرده في شويه اسئله كده عرفت يعني ملاش لازم ممكن تعصب اكتر انا تعصبت عليه انا عشان اساسا هو متعصب كابتن محمد زي ما قال كابتن علاء واتكلم باتزان كويس قوي مستر موسيماني قال لك ان هو ده المتاح يحاول يريح بعض اللاعبين قال كمان هو عنده فلسفة خاصة في التعامل مع المباريات القادمة المباريات القادمة اللي هي قبل ماتش الوداد على أساس أن هو يوصل لمباراة الوداد وهو في أحسن حالاته الفنية والبدنية النادي الأهلي طبعا بالنسبة للاعبين كويس ولكن هو كمان كان عنده تعليق على حاجة يعني هو لاحظها النهاردة بس شكله كده اتفرج على بعض مباريات النادي الأهلي الفترة اللي فاتت الثلاث أيام اللي هو جه فيهم ده هو قال أن بداية الشوط الثاني هبط الأداء بعض الشيء ودي يمكن تقريبا حصلت في الثلاث اربع ماتشات اللي فاتوا كويس دايما النادي الاهلي في بدايه الشوط الثاني بتلاقي الفرق اللي قدامنا تبتدي هي اللي تاخد زمام المبادره في الشوط الثاني واحنا بيهبط الاداء لمده مثلا 10 دقائق ربع ساعه بتدخل الفرق اللي قدامك في المباراه وبعد ربع ساعه نبتدي نخش في المباراه وبيتكلم على بدايه الشوط الثاني ولكن هو بيتكلم على النواحي البدنيه ولكن النادي الاهلي بينهي كويس طبعا يبقى بالارقام بالظبط يبقى الربع ساعه الاولانيه بتاعه الشوط الثاني دي ايه السبب ان انت الناحيه الفنيه والناحيه البدنيه بتقل عندك قوي بص طبعا هو الاول موسيماني انا عجبني جدا 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 في المؤتمر الصحفي واضح انه مركز جدا في الاسئله واضح اجاباته يعني ذكيه هو كمان من لما كان ماسك في سان داونز معروف انه يعني عنده ذكاء في تصريحاته ذكاء في المؤتمرات الصحفيه اللي بيعملها وده جزء من شغل المدرب خلي بالك لان يعني المدرب او المدير الفني ما هوش بس شغل ملعب واداره مباريات وكده لا ده في شغل يعني في شغل بره الملعب في حته المؤتمرات الصحفيه ما بعد المباراه وقبل المباراه وازاي يحط ضغوط على المنافس بتاعه او الخصم بتاعه فطبعا هو شاطر في الحته دي نيجي للنقطة التانية السبب انت بتقول ان الربع ساعة اللي بعد الشوط التاني مع بداية الشوط التاني بتبقى مش قوية هنا في اسباب كتير انا هنا هتكلم على اسباب ملهاش علاقة بالنادي الاهلي يعني ممكن قد يكون الاسباب دي انا بكلمك اسباب عامة يعني ما هيش ليها علاقة بالنادي الاهلي واحد انه ممكن يكون المحاضرة اللي بين الشوطين هادية شوية يعني ما فيهاش حاجات
واضحه ما فيهاش حاجات يعني ملخصه. طيب وفي نفس الوقت ممكن ممكن ترجع لنا بعد اذنك عشان انا عايز الكابتن محمد يوسف برضو يعلق على الحته دي. ممكن ترجع لنا الكره اللي فاتت بعد اذنك؟ الانفراد طبعا. لا الانفراد عايز الانفراد بتاع المقاولين. المقاولين ولا الانفراد بتاع بادجي؟ لا الاول الانفراد عايز عملها حلو قوي كهربا. ماشي دي بتاعت بادجي. دي بتاع بادجي وكهربا عملها كويس قوي. عملها له كهربا عملها كويس قوي مهارة عالية وهو قطع كويس كمان. هو قطع كويس بس طبعا كان لازم يحطها احسن من كده طبعا. الكره اللي قبلها ايمن اشرف قطع مع لويس ادوار. انا كنت عايز اتكلم عليها. انا وجهه نظري في الكره دي هقول لك بس يا ريت سمره تجيبها. ايمن تجيبها لنا تاني. ايمن واضح انه كان نازل لوحده خالص مظبوط. فكان ممكن والكره دي بتتلعب كان ممكن يطلع ويخلي الراجل اوفسايد عشان لا ما انا عايز اجيبها لان انت متمركز. ايمن لوحده خالص. بص اجيبها تاني. بص كان لازم ايمن هتهلنا تاني من ورا بعد اذنك. ايوه كادر مش هيجيبها. ممكن نفتح الكادر بس وقف هنا هنا. بص ايمن بص النقطه اللي انا عايز اكلمك فيها كابتن اللي متمركز هناك اشرف ما ظهرش هناك ده ياسر ابراهيم واحمد فتحي. ثواني ارجع تاني يا سمره بعد اذنك. ارجع 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 كمان 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 بس كده. المسافه اللي نازلها ايمن دي كانت تسمح له انه ممكن يطلع. كان يطلع خلي بالك الكره دلوقتي ايه يتقدم خطوتين لو طلع وسابه جري كان ممكن تبقى اوف سايد لكن هو فضل انه يجري معاه. دخل في منافسه دخل المشكله. أيوه. هو جري امتى او المسافه بتاعته من امتى؟ ما هو طبعا هنا في فرق سرعه. جري متاخر في فرق سرعه. لا هو المشكله لويس ده جري امتى؟ قبل بس كابتن واضح من العمق ده واضح من العمق ده ان 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 لويس جري بدري. لويس جري بدري عشان كده قبل ايمن. يعني ايمن قبل ايمن يعني طبعا هو بدا يجري من تحت اصلا. ايوه هاتها تاني هاتها تاني من هنا من هنا باين اكتر. كان صعب جدا يقف صراحه. لا ما انا بقول لك واضح كمان في فرق سرعه يعني. طيب خلينا بقى الحته الثانيه انه ايا كان حتى طب لو هجري معاه ايوه ارجع بص هو جاري منين من وراه صعب يقف من وراه. هو عنده خط ملعب عنده خط نص لو وقف حتى عنده علامه. الحل الثاني انه لازم يقطع الكره. يعني هو برده بيجري لازم كان يقطع الكره اقوى من كده او اسرع من كده. ابص هنا لازم يقطع الكوره. هو جري والكوره سريعه طبعا الولد راح بضهره. دي كوره خطر جدا عليه. دي كوره خطر طبعا فرصه. كابتن يوسف هو بياخد القرار في ثانيه. النقطه الثانيه اللي انا عايز اتكلم فيها خط الظهر كله عالي عالي. احنا ليه ياسر ابراهيم واحمد فتحي وايمن بص ارجع تاني معلش يا سمير للكره اللي لعبها الراجل. لا الكره الثانيه اللي علينا الكره الثانيه اللي علينا. هنرجع لدي انت بتحب بادجي قوي. انفراد بس كده بس ده مجلب. ارجع تاني ارجع محمد مجلب. انا قلت لك في الاستوديو بس علي لطفي سد الكره بس اوف. انا قلت لك قبل ما نبدا المباراه كابتن في الاستوديو قبل ما نبدا قلت لك مجلي ومحمد مجلي وشكري نجيب الاثنين دول بالتحديد على طول بيبصوا على لويس ادوارد وعلى سيف الدين الجزيري على طول بيروح حاطين لهم في مساحات في ظهر. قلت لك حتى ما بين الايه ما بين السد باك والايه والباك ما بين احمد فتحي وايمن اشرف خصوصا لويس ادوارد. الكره دي انا شايف دفاع الاهلي عالي فيها المفروض ينزل شويه يعني ما سيبش انا 30 40 متر ورايا الراجل جري فيهم واستلم الكره دي. قصدك ان ورا ينزلوا هم يرجعوا ورا شويه مع ايمن اشرف ينزل على يعني ينزل على ناحيه الجول بتاع علي بتاع 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 قدام. لا هيطلع قدام خلاص بقى يعني انت قصدك ان كان فتحي ايمن اشرف وايمن يبقى ورا شويه فتحي وايمن وياسر بدليل المسافه بتقاش ممكن حد يجري كده مظبوط كده ينزلوا لتحت شويه. أيوة مفيش ما يستدعي ان انا دفاع عالي قوي كده. ايوه بس في النهايه احنا يعني الكره فرصه للمقاولين خطر ردنا عليها بكره بادجي دي. انا وجهه نظري ان بادجي ما كانش لاعب الكره دي خلاص قرب قوي من ابو السعود كان يروح واخده رأس. ما انا بقول لك ياخده على بره ويروح حاططها بشماله لان ابو السعود قعد بس ايوه ابو السعود قعد. واضح يا يوسف ان بادجي ما عندوش المهاره بتاع الانفراد اللي ممكن يعني يعمل يعني يحتاج الحاجه هو اللي هو عارف ايه الحاجه الصريحه لكن غير بس المسافه قربت خلاص يبقى كان لازم يزق الكره ياخدها على جنب بقى على جنب ويحطها بشمال خصوصا ابو السعود قعد يعني ابو السعود اتمركز وقعد على الارض. كنت بتكلمني بقى على الدفاع الاهلي. ايوه مظبوط كده. انا شايف الدفاع الاهلي طبعا بينقصه خلينا نتكلم ان في
افراد بتنقصه. لما بتتكلم على علي معلول ومحمود وحيد ادي اتنين في جنب، بتتكلم على رامي ربيعه وسعد سمير و و و, و ايه متولي ومحمود متولي ثلاث لعيبه تقال. ايوه ثلاث لعيبه تقال، ممكن الثلاثه دول ممكن اتنين يلعبوا. ايوه خلينا اكلمك على محمد هاني طبعا في الجنب اليمين خلاص في استقرار عليه. أيوة. فخط الدفاع عنده نقص. وموسيماني قال في المؤتمر الصحفي قال ايه؟ قال ان في احتمالات ان احنا ممكن نلجا لحد نقدر نوظفه من ديفندرز. أيوة. حد من الديفندرز يكون شايف ان هو يقدر يلعب دور المساك. صحيح. لانه فعلا عنده نقص. صحيح. في الحته دي. فاحنا عندنا ماتشين مع ام بي يوم 7 ان شاء الله ومع بيراميدز يوم 11. الماتشين دول ماتشين تقال. أيوة. يعني بتلعب مع فرقتين تقال برضو. كابتن حلمي طولان عامل يعني موسم كويس مع ام بي. موسم كويس قوي مع ام بي وفرقه تقيله وفرقه قويه. اي نعم اتعادلت اخر ماتش 0-1 مع اف سي مصر بس يبقى ام بي منافس قوي ومنافس ليه تقل يعني. أيوة. وبعديه مباراه بيراميدز. انا شايف المباراتين دول لازم يستقر على اهم خط يستقر عليه الدفاع، خط الظهر. خط الظهر لان انت خط الظهر اللي ان شاء الله هيلعب بيه في الماتشين دول هو اللي هيقدر يشتغل بيه. حتى لو في مباراه ام بي مثلا لعب 70 دقيقه او 65 70 دقيقه كاملين وبعدين ابدا اعمل تغييراتك لو عايز تغير حد في الخط. أيوة. ده الماتش اللي بعده يوم 11 هيبقى عندك من يوم 11 ليوم 17 ادي عدى عندك 6 ايام. أيوة. تقدر فبرضه تعمل استقراراتك في الحته دي وتشوف مين البدائل. افرض انا اتصاب مني حد، افرض عايز ازود حته دفاعيه اكتر بتاع يعني يظبط في الماتشين دول. لان انا متصور المباراه اللي بتاعت الوداد دفاعك لو انت عندك دفاع صلب هيديك انطلاقه هجوميه كويسه. يعني لما يبقى دفاعك قوي ودفاعك متمركز صح وفي ثقه والكره بتطلع صح من تحت. يعني مش مهم ان انا دافع بس، انا بدافع وفي نفس الوقت لما بقطع الكوره لازم تطلع صح عشان نقدر نكمل هجمتنا. ما انت مش هتفضل تدافع على طول ال 90 دقيقه هناك. بالظبط. فدي مهمه جدا. اللي انا عايز اقوله عندك نقص في الحته دي. عندك رامي ربيع مش هيلحق، عندك محمود متولي بعيد، عندك سعد سمير بره قايمه. فانت بتتعامل دلوقتي مع ايمن اشرف وياسر ابراهيم لازم توجد لهم الثالث. طب افرض لا قدر الله حصل حاجه في المباراه مين اللي هيقدر يلعب في الحته دي؟ انا في اعتقادي احمد فتحي. احمد فتحي طب وحته الاطوال لازم تفكر فيها. هل حمدي فتحي؟ حمدي فتحي برضو جرب في المباراه. فلازم نوصل لحته عشان انت ما بتتكلمش على المباراه وعودتها كمان. مباراه العوده ان شاء الله ربنا يكرمنا يبقى نخش نهائي. ثلاث مباريات مهمين جدا. ماشي. طب عمون هنروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع الكابتن سامي ومصاب من ملعب المباراه. كابتن ايمن شوقي كل التحيه ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اكيد فوز مهم جدا على فريق المقاولين العرب، لكن هي طبعا الاصابات هو ده الامر اكيد اللي بيزعج الجهاز الفني وجمهور النادي الاهلي. لكن اكيد مع الكابتن سامي مصاب مدرب فريق النادي الاهلي نتكلم على المباراه. مبروك يا كابتن سامي، النهارده فرقه المقاولين فرقه جيده جدا، ويمكن كابتن عماد النحاس عامل معاها فتره كبيره جدا وفتره مميزه جدا. جيم كان مفتوح، دخلنا بكل قوه في المباراه بشكل عام، بس هي الخساره النهارده الشناوي. لكن مبروك النهارده الفوز، اداء ونتيجه الحمد لله رب العالمين. طبعا تحياتي كابتن ايمن وكابتن يوسف وكابتن عادل وكابتن هاني. كابتن علامة هوب. كابتن علامة طبعا زي ما انت قلت مباراه صعبه جدا، بتلعب خصم مدرب ما شاء الله يعني محافظ اللعيبه كويس، عنده حلول كويسه، عنده سرعات كويسه، بيلعب على حاجات معينه بيشتغل عليها، بيعمل كونتر اتاك كويس، ويمكن ده اللي الراجل حذر منه في الماتش يعني. لكن اعتقد ان احنا عملنا مباراه جيده الشوط الاولاني خصوصا، عندنا شكل الفرقه وشكل الاداء اختلف. بينا نبدا الحمد لله عندنا استحواذ كويس، بنقدر نطلع بالكره كويس، عندنا فرص كويسه، عندنا لعيبه رجعت تاني تاخد حريتها في اللعب. لكن اعتقد ان الاصابات اثرت علينا بشكل يعني، لكن نتمنى ان شاء الله يعني الفتره الجايه ان شاء الله اللعيبه تستوعب فكره الراجل اكتر، الراجل اشتغل يومين بس يعني. اعتقد ان دي بدايه مبشره. كنا محتاجين ان الفوز ده اكتر عشان الراجل ياخد ثقه اكتر، ياخد دعم اكتر لافريقيا. انت بالظبط حوالي 13 يوم او 14 يوم بالظبط يعني وتلعب مباراه مصريه ان شاء الله بالنسبه لنا، فكنا محتاجين المكسب دوت، محتاجين اللعيبه تاخد ثقه ترجع تلعب تاني باسلوب وستايل لعب النادي الاهلي. فاعتقد الحمد لله النتيجه مرضيه لنا،
وان شاء الله اللي جاي افضل لينا ان شاء الله. رغم الظروف اللي عندنا يمكن محمود وحيد مش متواجد ومعالي معلول مش متواجد وخط الظهر يمكن في ازمه، لكن اللعيبه النهارده ادت بشكل كبير جدا، ودي رساله لمستر موسيماني لان مع الفول تيم الامر هيكون مختلف بشكل كبير. الراجل النهارده يمكن اول مباراه ليه، واضح برده ان في جو فاضح في النفسي وفاضح اتكلم مع اللعيبه، ومحاضراته كانت مطوله كمان يا كابتن سامي. يعني حطنا في الاجواء وقول لنا الراجل اتعامل ازاي 48 ساعه تحديدا مع فريقنا دلوقتي. وزي ما انت قلت هو الراجل العامل النفسي مهم جدا خصوصا في الفتره ديت. يعني الراجل اتكلم كلام كبير جدا عن النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي وازاي الناس بتبص في افريقيا للنادي الاهلي. انتوا لعيبه كبيره جدا، عندكم تاريخ، عندكم نادي عظيم، عندكم جماهير عظيمه، لازم تكونوا على قد المسؤوليه، قادرين ان انتوا تاخدوا بطوله افريقيا. انت الحمد لله خدت بطوله الدوري، عندنا بطولتين مهمين كاس مصر وبطوله افريقيا مهم جدا ان احنا نلعب عليهم. عندي ثقه كبيره فيكم ان انتوا تحققوا دوت ليكم ولجمهوركم، فاعتقد دي من العوامل اللي ساعدتنا شويه. كان عندنا روح حتى عاليه، ناس بتقاتل لحد اخر لحظه، ودي حاجه كويسه جدا. النهارده بشوف حتى التغييرات، اللعيبه بتنزل عاوزه تؤدي مردود جيد وتؤدي اضافه للفرقه. فاعتقد الحمد لله يعني الاستمراريه مع ان شاء الله مع الدوافع اللي بيعملها مع الدوافع اصلا اللي عندنا ومسؤوليتنا تجاه جمهورنا وتجاه نادينا، اعتقد ان شاء الله الامور. لكن اعتقد ان الاصابات دي اتمنى ان شاء الله يعني هي دي العامل بس الوحيد العائق اللي بنقابله الفتره ديت. يعني يمكن النهارده زي ما انت قلت عندنا اصابات كتيره. النهارده فتحي رغم كده بيأدي اداء مميز جدا في الباك ليفت، هاني ما شاء الله اداء كويس، الايمن وكل الناس، سلية وحمد فتحي عاملين اداء كويس جدا، كهربا، حسين الشحات، قفشه، وليد لما نزل، أليو لما نزل، كل مروان، كل الناس اعتقد قتلت وعملت اداء كويس جدا. يعني لكن ان شاء الله اتمنى الفتره الجايه دي نرجع، يعني نامل يعني ان شاء الله الفتره الجايه دي يعني ممكن حتى ماتش العوده رامي يرجع لنا، يبقى اضافه قويه لينا، نحافظ على قوام الفرقه لحد ما نوصل ان شاء الله للماتش ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يوفقنا فيه. كده نشلناه ونقدر نقول يعني الاصابه مش قويه شويه، احنا عرفنا ان هو شد بسيط في العضله الضم، يعني نقدر نقول مش هتاخد فتره طويله كابتن سامي، ولا لسه الامر ده برده هيتم تحديده مع الاشعه؟ يعني احنا اتكلمنا بين الشوطين، يعني هو قال اللي هو يعني حس بيها، فطبعا هو طبعا عنده من الخبرات اللي يعرف قد ايه امتى يقف وامتى يبعد، فاعتقد لو قال له حس بيها يعني اعتقد انما اعتقد يومين ثلاثه ان شاء الله باذن الله ويرجع تاني. انت عارف الشناوي بالنسبه لنا حاجه كبيره، واعتقد ان شاء الله يرجع سالم يعني لينا، وان شاء الله يبقى احسن ان شاء الله من الاول. شكرا شكرا شكرا. كل الشكر وتقدير طبعا للكابتن سامي مصطفى مدرب فريق النادي الاهلي. فوز مهم زي ما اكدنا كابتن ايمن، لكن كل الامر اللي كنا بناكد عليه قبل المباراه هي الاصابات، لكن يعني نقدر نقول الحمد لله خدنا تصريح من كابتن سامي وايضا كمان من طبيب النادي الاهلي خالد محمود، هو شد بسيط للشناوي في العضله الضامه. ان شاء الله باذن الله يعني يومين ثلاثه اربعه كده مع الجلسات طبعا ومع الرحله للشناوي ان شاء الله يرجع من جديد، سواء رايح مباراه انبي يكون متواجد في مباراه بيراميدز. لكن بطمن كل جمهور النادي الاهلي الحمد لله الاصابه بسيطه بالنسبه للشناوي، ان شاء الله باذن الله ربنا يحافظ على كل لعيبه النادي الاهلي خلال المباريات القادمه. نخش ان شاء الله مباراه الوداد واحنا فول تيم بدون اي اصابات، مباراه مهمه، لكن ان شاء الله باذن الله يكون القادم افضل لفريق النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن ايمن من جديد. شكرا جزيلا للزميل كريم احمد. عندنا كابتن عادل، قبل ما نتكلم على الكلام اللي قاله مستر موسيماني، عندنا الاحصائيات بتاعت المباراه، النادي الاهلي والنادي المقاولين 1-0 النادي الاهلي، نسبه الاستحواذ كبيره جدا النادي الاهلي 64% للمقاولين 36%، التصويبات على المرمى 5 على المرمى من 18 تسديدة للنادي الأهلي، 3 تسديدات على المرمى من 7 للمقاولين العرب، العرضيات 13 للنادي الأهلي 8 للمقاولين العرب، التمريرات الصحيحة 441 تمريرة صحيحة للنادي الأهلي من أصل 500، بالنسبة لنادي المقاولين العرب 251 تمريرة صحيحة من أصل 315. ده طبعا يوضح ان النادي الاهلي كان متفوق في كل شيء النهارده، خصوصا نسبه الاستحواذ كانت عاليه جدا النهارده. يمكن المستر موسيماني قال حاجه احنا قلناها في بدايه الشوط، في بدايه تحليلنا بعد المباراه مباشره، ان احنا قدرنا نوصل للجول كتير جدا، خلقنا فرص، ولكن كان في اضاعه كتيره للفرص دي. فعايزين نتكلم شويه على تصريحات مستر موسيماني. هنربط كل حاجه ببعضها، الاحصائيات بالحاجات اللي حصلت في الملعب، ماشي، بالاستحواذ والحاجات دي، وبمواقف اللعيبه كمان والتحرك. ايوه بالظبط. اللي قاله في المؤتمر قال حاجات كويسه في المؤتمر، انا شايف ان هو اتكلم بعقلانيه، اتكلم في نقط الضعف بشكل كويس، وانا شايف ان هو دي بدايه ان هو قرى بدري. ايوه دي هتوفر له يعني وقت، هتوفر له 3-4 ماتشات. بالذات اهم نقطه بالنسبه لي ان هو اتكلم عن المقاولين
فريق كاونتر اتاك كويس أي. ودي اهم نقطه، ودي النقطه اللي احنا شفناها النهارده ان هي في حاجه قلت. ايه اللي قل؟ الكور الطويله اللي بتلعب في ضهر الديفنس طول الماتش الفتره اللي فاتت أي. النهارده ممكن تتكلم على كوره او كورتين بالكتير في ظل ان فرقه عملت حوالي اكتر من 14 او 15 كوره واتاخدوا، وده معناه ان في تعليمات ان لما لعيبه المقاولين العرب تحط رجليها في الكره الطويله يبقى في جري بدري وده كان بيحصل، شفناه كتير، حصل كتير الشوط الاول، الشوط الاول الشوط الثاني حصل في بدايه الشوط اول 10 دقائق اللي هم كان فيهم الاهلي لسه ما دخلش في الجيم بدري، ودي دي النقطه اللي اتكلمنا فيها وهو اتكلم فيها في المحاضره، ودي حاجه تحسب له. بس في حاجه، هو احنا بدانا المباراه برده بنفس الاسلوب، فواضح ان هو سمع، ما هو انا اللي هو ايه سمع من الكابتن سامي ومصان، يعني قال له الفرقه دي بتعتمد اكتر على سرعات، هو سمع وهو أيوة. هو اتكلم في المؤتمر قال أيوة. ايه انا شفت مباراه الدور الاول بالزبط. ودي حاجه من الحاجات الكويسه بالظبط. هنيجي نربط حاجه تانية، الاستحواذ. تيجي تربط الاستحواذ بطريقه يعني باسلوب لعب المستر موسيماني النهارده، اعتقد الاستحواذ 500 تمريره ايوه، دي اكتر يعني انا ما اعرفش احنا ما طلعناش المعدلات اللي فاتت أيوة. ولكن هو النهارده هتلاقيه اكتر معدلات تمرير في من بدايه الدور الثاني أيوة. وما كنتش انا مخطئ لو هم يطلعوا لنا الاحصائيات دي ده تبني عليه على طول ايه انك بتحاول بنايه الهجمه، انك الكور الطويله بتوفر او بتقلل حوالي 15 او 20 باس ممكن يتعمل أيوة. فانت النهارده بقى عندك بنايه هجمه بشكل جيد، بقى في اصرار انك تبني هجمه، ودي حاجه كويسه. لعيبه نص الملعب طول الوقت بيفكروا ان هم يلعبوا كوره، ودي حاجه برده، يلعبوا باس صغير ودي حاجه كويسه، وده بيديك مردود تاني انك طول ما في تمريرات كتير اعرف ان في ثغرات هتتخلق لك، وده اللي حصل في وقت من الاوقات، ان مع التمرير وتدوير اللعب واللعب في الاتجاه المعاكس بتخلق فرص أيه. وده اللي حصل في الشوط الاولاني عند كهربا كتير جدا، في كور كتير السولية عمل تدوير اللعب فيها، وحمدي فتحي عمل تدوير فيها اللعب الكهرباء أيه. وطلع فيها احمد فتحي كذا مره أيه. فدي نقطه من النقط اللي تديك مدلول كويس ان بقى في استحواذ جيد، استحواذ ايجابي أيه. من بدايه الهجمه، وانت ممكن تقعد تحضر هجمه كتير جدا بس في تلت ملعبك ما تتدركش بالكوره، ودي حاجه من الحاجات الكويسه اللي من مباراه واحده تحصل، دي حاجه انا شايف ان دي حاجه ايجابيه جدا، وشايف ان ده بيبني لك اسلوب، بتبني شخصيه للفريق تاني، شخصيه الفريق اللي هي اصلا كده النادي الاهلي فريق استحواذ، مش فريق لعيب، مش فريق كرات طويله، فدي حاجه من الحاجات الايجابيه اللي تربط الاستحواذ وتربط الهجمات اللي حصلت للنادي الاهلي وتربط كلامه في المحاضره في المؤتمر الصحفي فانا شايف في حاجات ايجابيه كتير هو قدر يشتغلها بسرعه، يعني هو اشتغل على جانب الدفاعي دي حاجه مميزه، اشتغل على الاستحواذ في نفس الوقت، في حاجات كتير تقدر تعملها مع فرقه كبيره زي الاهلي. واعتقد ان رتم المباراه كان سريع برضو بالنسبه للنادي الاهلي عن الماتشات اللي فاتت. الرتم السريع ده سببه يعني ادى الى ان في تسرع في انهاء الهجمه. ده برضو جزء من ان احنا ليه في مشكله في انهاء الهجمه؟ انهاء الهجمه فيها مشكله ان اللعب كان سريع بزياده، كان في سرعه في وقت من الاوقات، انت ممكن تطلع باللعب بسرعه بس في وقت من الاوقات انت حافظ حاجه معينه هتعملها فهتشتغل عليها. لكن لما بتلعب لعب سريع طول الوقت وانت مش محضر حاجه وده طبعا اعتقد ان هيتبني عليه بعد كده ان اللعب سريع عشان تحضر حاجه تانية انا شايف ان النهارده الحاجات المهمه بتاعت المدرب اللي هي من بدايه الهجمه للثلث الاخير الثلث الاخير ده بتاع الاداره واللعيبه بمعنى ان يكون عندك لعيبه بتصنع الفارق ده جزء كبير جدا بيريح المدرب وكل المدربين الكبار يقول لك انا ببني فرقتي لغايه الثلث الاخير الثلث الاخير ده انا وصلك بالكره لهنا لكن في جزء كبير منه امكانيات اللعيبه وده اللي احنا برضو لسه عندنا كهربا ما وصلش للتوب فورم بتاعته حسين الشحات ما وصلش للتوب فورم بتاعته المهاجمين برضو مش بيأدوا في احسن اداء ليهم ولكن مع الوقت مع الشغل ده تركيب الشغل هيوصلك لحاجه احسن يوصلك ان في كذا كوره كهربا اشتغل بيها لو معاه حد اشول في المكان ده هيعمل فينش كويس صحيح. فانا شايف ان في حاجات لا في حاجات كتير كويسه عجبني ان هو تصريحاته عقلانيه ووصلك من بدري قال لك نقط الضعف احيانا في مدربين يقول لك ما اقولش نقط ضعفي على قدام الاعلام صح. ولكن هو وصل لك من بدري هو عارف نقط الضعف بتاعت فرقته بيشتغل عليها وانا شايف ان في نقط ايجابيه حصلت ان هو اشتغل على نقط الضعف النقط الضعف اللي موجوده واشتغل عليها بايجابيه انك لو كل الكره الطويله دي انت قدرت تستحوذ عليها فانا شايف ان دي حاجه كويسه بدايه مبشره بالنسبه لي وانك تبني تبني على ده بعد كده واعتقد هي الفتره الجايه كلها الشغل هيبقى كده وانك تقدر تدير لعيبا انك اللعيبه ما تقعش منك
هي دي 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 اهم حاجه. هي فيها صعوبه شويه لان الوقت يعني هي صعوبه وانا شايف ان لعيبه النادي الاهلي مش محتاج ان انت تشوفها. انت مش محتاج النهارده تقيم الشحات وكهربا وديانج والسليه، مش محتاج تقيمهم، بس محتاج توصل لاكبر لاحسن توليفه توصل بيها لمباراه الوداد. وانا وهو اتكلم في نقطه برضو عجبتني جدا، قال لك انا مش هقدر اتكلم اشتغل على حاجه غير ان انا اقدر اظبط المعدلات البدنيه بتاعتي اللي هي بتاعت الشحات وكهربا واللعيبه اللي كانت بقى لها فتره بعيد. فتحي برضو معدلات البدنيه بتاعته مش 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 احسن حاجه ان هو بيشاركش بشكل كبير، في لعيبه عندها معدلات بدنيه عاليه ولكن دخل هتدخل في 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 حته الاجهاد زي علي معلول زي محمد هاني زي ممكن السوليه اتصاب ورجع تاني. فانا شايف ان انك تدير الفتره الجايه اللعيبه انها ما تتصابش اهم من ان انت تقعد تطبق حاجات. ممكن تطبق حاجات نظري، ممكن تبدا تدي نظري كتير، تدي جوه الملعب حاجات من غير سرعات عاليه ومن غير باور عالي جوه التمرين، تقدر توصل لده احسن حاجه. فشايف لعيبه الاهلي كتاب مفتوح لكل الناس، الناس كلها مش هتقيم لعيبه الاهلي، ولكن تقدر تديهم الحاجات الخطوط العريضه اللي يبدا يشتغل عليها بعد كده. كابتن هاني معانا طبعا التغييرات كويس كنا عايزين نتكلم عليها. طبعا التغييرات بالنسبه للنادي الاهلي، علي لطفي مكان محمد شناوي، ده تغيير اضطراري طبعا عشان الاصابه الدقيقه 28. جيرالدو مكان حسين الشحات في الدقيقه 62. مروان محسن مكان اليو باجي، ده تقليدي في الدقيقه 62. وليد سليمان مكان قفشه في الدقيقه 83. اليو ديانج مكان كهربا في الدقيقه 83. بالنسبه للمقاولين، طاهر مكان ابراهيم صلاح في الدقيقه 56. احمد الشيمي مكان كريم مصطفى في الدقيقه 56. محمد سالم مكان سيف الجزيري في الدقيقه 71. محمد عصام مكان لويس ادواردو في الدقيقه 85. يوسف الجوهري مكان شكري نجيب في الدقيقه 85. ودي حاجه غريبه جدا ان هو طلع الثلاثه ونزل ثلاثه. كان في كابتن عادل والكابتن محمد يوسف قال لك ان هو برده بيطلع ثلاثه عندهم سرعات وينزل ثلاثه عندهم سرعات. ما هي الميزه ان في نادي المقاولين ان فعلا معظم اللعيبه بتمتاز بالسرعات الكبيره. فدي حاجه كويسه لما يكون عندك كذا لاعب او كذا عنصر بيعتمد على السرعه، فدي بتبقى حاجه كويسه جدا وبتقدر تستغله وبتقدر تشتغل عليه طول المباراه، مش شوط او وقت معين. انا شايف ان التغييرات كلها كانت هجوميه للكابتن عماد النحاس. طاهر مكان ابراهيم صلاح، طبعا طاهر لعيب سريع برده من اللعيبه السريعه، كان ممكن ان هو النهارده ياخد ايمن في واحده، لكن ايمن قدر ان هو بذكاء ان هو يحط كتفه معاه. مش مشكله ان انت تاخد انذار، بس انت منعت هدف مؤكد، كان رايح الراجل رايح انفراد. الشيمي نفس الكلام برده، غير تغيير مكان كريم. محمد سالم لعيب طبعا كويس ولعيب برده خبره، نزل برده عمل قلق شويه في دفاع النادي الاهلي. محمد عصام ده اللعيب اللي اتكلمنا عليه، راجل كابتن عماد دايما بيستغله في الاوقات الاخيره من المباراه، لانه طبعا عنده سرعه كبيره جدا برده وعنده فينش كويس، بيقدر ان هو يحرز اهداف في اوقات مهمه في المباراه. تغييرات النادي الاهلي طبعا علي لطفي النهارده، طبعا انا بشيد بيه بصراحه، يعني بشيد بيه النهارده، يعني شال واحده كان ممكن ان هي تغير مجريات المباراه زي ما كنا برده بنشيد بشناوي، لكن علي لطفي النهارده الراجل برده بقاله فتره كان عنده كورونا ولسه راجع قفل الجول كويس قوي، بالظبط قفل فيها كويس قوي، ورد فعل هايل بصراحه ورد فعل سريع جدا. لكن طبعا في كوره اللي هو عدم التقدير بالكره اللي عدت من فوق، ده وارد، ده بيحصل قله اللعبه يا كابتن، برده ممكن بيحصل غصب عنك، ممكن تلاقيك انت عشان بعيد عن الماتشات فممكن واحده مثلا يبقى فيها سهو او حاجه او ممكن تخدعك، فده طبيعي، وحراس العالم كلهم بيغلطوا الغلطات دي يعني. لكن انا شايف ان طبعا احنا عارفين كلنا ان علي لطفي راجل عنده امكانيات كويسه جدا وعنده ثبات هايل جدا في تحت الثلاث خشبات. اتمنى ان هو يبقى جاهز ان شاء الله فنيا اكتر من كده، لان طبعا يعني زي ما قلت لحضرتك في اول الحلقه ان ضروري لازم يبقى في حارس تاني على مستوى الشناوي، نفس مستوى الشناوي. جيراردو النهارده المفاجاه في مروان محسن مكان اليو باجي، في جيراردو مكان حسين الشحات الاول الدقيقه 62. جيراردو مكان حسين الشحات، جيراردو النهارده كان المفاجاه بالنسبه لنا بصراحه، الراجل عمل شوت كويس، ممكن مع تغيير المدرب ده اللي احنا اتكلمنا فيه برده، ان قلنا ساعات المدرب بيجي بيبقى فيه لعيبه
بتفوق معاها. يعني اتمنى ان جيراردو عنده امكانيات كويسه جدا وسريع جدا. اتمنى ان هو يعني كان مميز النهارده، كان مميز الصراحه، بس صحيح. لازم نديله حقه برده لان احنا برده قسينا عليه كتير. مش احنا بس، مصر كلها. لا بس هو ادى اداء كويس قوي النهارده بصراحه. بصراحه النهارده ادى بشكل كويس، والنهارده يعني ما وقعش كتير، ده اول حاجه. تاني حاجه ما عملش ميز باسكت خالص. لا ده انا معايا كمان ارقامه. اولا كان ايجابي جدا، هو لعب 34 دقيقه تمام. التمريرات الصحيحه ليه 11 من 13 يعني ما شاء الله يعني. والمراوغات 4 من 5 يعني، هو نسبه كويسه جدا، يعني كان مؤثر جدا فعلا في الفتره اللي هو لعبها. بالظبط، كان باين عليه حتى لك، حتى كابتن هو تحس ان هو نازل تحس انه فايق مظبوط، يعني تحس ان هو انت يعني لعيب جديد لسه جاي، مش جيراردو اللي احنا عارفينه خالص. فنتمنى طبعا ان هو مستواه يزيد عن كده في الماتشات اللي جايه، لان برده ده من اللعيبه الافارقه اللي المفروض النادي الاهلي بيعتمد عليها، واحنا يعني محتاجينه. يعني هو الراجل كويس النهارده، تقول جيراردو اللي مش عارفينه خالص، احنا مش يعني اديله حقه والله. هو عامل شوت كويس جدا، هو 34 35 دقيقه جدا، فهو يعني كان مؤثر معانا في الشوط الثاني تمام. صح ممكن يعني غير الماتشات اللي فاتت، يمكن هو الماتشات اللي فاتت ما كانش بيدي المردود الايجابي زي ما عمل النهارده تمام، ولكن هو النهارده متهيألي كان من احسن لعيبه في الشوط الثاني. صح، ده اللي انت قصدك. خش على اللي بعد. مروان طبعا مكان اليو بادجي، يعني تغيير روتيني، ما فيش جديد في شكل الفرقه وفي شكل الاداء، لكن زي ما قلت لحضرتك ان الاثنين الفراوده اللي عندنا لازم محتاجين شغل كبير جدا، محتاجين كويس. شغل كبير جدا جدا كويس. محتاجين شغل لوحدهم حتى ماشي. لازم لوحدهم يعني يبقى لهم وحدات يعني وقت من وحده التدريب، لازم يشتغلوا على جول كتير جدا، لان باين النهارده اللمسه بتاعت بادجي النهارده في الانفراد لا في حاجه غلط، لازم يشتغلوا عليها النهارده. حد على فكره يا كابتن، لو جبتها سمير هتلاقي ان الكره قلشت من على رجل بادجي، خبطت في كعب رجله، مش بطن رجله. لو حد لعب زي ما هو كان عايز بالظبط، هي لو حطت في بطن رجله بالظبط في وسط منتصف القدم هتروح زي ما هو عاوز، لكن هي المشكله ان هي قلشت. فلان هو انا بحس ان بادجي بيبقى عنده رهبه قدام الجول، انا مش عارف. انا يا كابتن علاء انا بحس دي، ما اعرفش يعني عندكم نفس الاحساس؟ هي مش بحس ان هي رهبه قدام الجول، مش رهبه يعني، مش عارف اقول لك ازاي، ما بيعرفش يعمل حاجه جديده، مش مرونه، ما عندوش مرونه، يعني حتى تفكير عنده مش مبدع قدام الجول، مش حاضر. يعني بادجي يعني يعمل الحاجه العاديه، لكن حاجه مش متوقعه لا هو طبيعي. يعني هو انا بحس تعرف يا كابتن ان هو مثلا الكوره بتتلعبه بيتفاجئ ان هو بقى قدام الجول. لا مش بيتفاجئ يا هاني، هو بيعمل حاجه اللي هو اي حد ممكن يعملها، يعني كده عاملها كده. تفهمني كل حاجه على بادجي. معلش انا اسف، لا اسف ليه، بادجي بخلتي بادجي بيتعالج لا نفس ما بقطعك يا عم. لا يهمك، بادجي بيتعامل بالكور اللي بتجيله ناحيه اليمين اللي ناحيه اليمين احسن من الكور اللي بتجيله ناحيه الشمال. يعني لو شفت الكوره النهارده هو بيقطع ناحيه الشمال، هي ما لبستش في رجله صح. شوف بقى الكور اللي هو جابها، اعتقد جاب جول في مباراه جونه، جونه صح، وجاب جول في مباراه الحرس اللي بشماله، ولا كان مباراه ايه اللي بشماله تقريبا. الكورتين دول يا اما في قلب الجول يا اما ناحيه اليمين. هو ناحيه الشمال عنده فيها مشكله، ناحيه الشمال اللي عنده حتى الحاجات القطريه اللي بيقطعها ناحيه الشمال اللي بيشتغل فيها بشماله عنده فيها مشكله. وفي كوره جات له النهارده كمان في المباراه، جات له على صدره ناحيه الشمال جوه ال 6 يارد اللي هو اخدها وخرج بيها بره الملعب. هو في الحته دي ما بيتعاملش احسن حاجه، هو بيتعامل من ناحيه اليمين كويس. هي يعني ممكن تبقى غريبه شويه، بس انا بقول لك بس هات الاهداف بتاعته هتلاقيه من ناحيه اليمين بيعرف عدلته يعني، بس بيعرف يشتغل كويس ماشي اوكي. بس هو حتى الكوره ضاعت دي، هو عدل نفسه يعني الكوره، بس هو عدل نفسه، هو عدل نفسه بس مش كفايه، مش عادله كفايه يعني. هو كان قاطع ناحيه الشمال كويس، بس هو وانا عدل جسمه صح. هو عنده اختيارات عادل، يا اما يعملها وبعدين لو عايز يعملها زي ما عايز يعملها كده لازم يعملها عاليه، يفتح رجله لازم كمان تعلى. ولازم يوسع شويه يعني، لازم تعلى شويه ورجله يعني الكيرف يبقى عالي شويه فاهمني. لكن هو جت في بينشف في الجول، او كان ممكن لو زق كده نرجو بيقول او انت هاني لو زق كده خلاص، لان ابو سعود قعد بدري عاد انت فاهمني، قعد خالص. انا مش قصدي ان هو مش مبرر ليه، انا بقول لك بص عادل هي دي قصدك على دي. انا بص ولو جبت الجول اللي جابه من مباراه 18 هتلاقيه برده على عدلته، بس هقول لك حاجه عادل، الكره دي ما جاتش في وش رجله، ده جاي كده، ده جاي في جنب رجله. لا لا هو اللي قالش، هو اللي قالش، لا هو مش بادجي اللي يعمل كده. انا ممكن اعلق رهان على دي، بقول لك هو اللي قالش الكوره، ما تصدقش ان بادجي، انا بقول لك هو اللي قالش الكوره، مستحيل ماشي. لا هو شو واحد بيشوف، هات الوضع التشريح، بص يا كابتن هات الوضع التشريح بتاع رجله، بص بقى عادل دي، بص انا قصدي على ايه. بص هو سمير هنا، واقف سمير لو سمحت هنا سمير كمان، بس هنا
بص هو خلاص عنده الوقت ان هو هيعدل جسمه خلاص. دي لازم كان يبقى الكيرف بعيد شويه عن ابو السعود. هي سهله هي سهله كره سهله. انا بقول لحضرتك حاجه تانية خالص. انا فاهم ان هو ممكن في جو هو ممكن يبقى لعيب بيعرف يشتغل بدماغه من ناحيه بعرف اشتغل من الناحيه الثانيه. بس انا عايز اقول الكره دي اشتغل على الحته دي كابتن عادل. انا عايزك ممكن نرجع ليها تاني الكره دي. معلش معلش نرجع ليها تاني. كمل 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 اثبت هنا. كمل بقى بالراحه كمل بالراحه كمان. هو ما وسعش نفسه قوي بحيث ان هو يعملها بالظبط. ما انا بقول لحضرتك هو الحاجات اللي بيروح على عشماله ما بيعرفش عامل بيها بشكل كويس. انت عارف يا كابتن ايمن برده سرعه الكوره برده ما خدمتوش لان الكوره كانت سريعه. ايوه الكوره كانت سريعه وحصلها بدري. بس هو خلي بالك الكوره تحت حصنه في الكوره في حصنه كابتن هاني حصلها وعنده مسافه بينه وبين ابو السعود. يعمل فيها اي حاجه يعمل فيها اي حاجه بالظبط بالظبط. طب يا كابتن بص هنا لو عمل كده وخد ابو السعود لبره خلاص ابو السعود بره اللعبه. يا ضربه جزاء يعني ضربه جزاء في برشلونه. لا ما شافكش ما شافكش لسه. كمل يا ايمن خلاص بدنا. طيب ماشي. بالنسبه لنجم المباراه ماشي عندنا واحنا قلنا جيرالدو. عندنا كهربا تمرينات صحيحه 26 من 34 تمرينات بينيه صحيحه 2 من 2 تصويب على المرمى 1 من 4 سوليه تمرينات صحيحه 49 من 55 تصويب على المرمى 1 من 5 قطع تمرينات في نص الملعب 6 ايمن اشرف ويمكن كان النهارده ايمن اشرف تقريبا من نجوم المباراه يمكن لولا خطا واحد بس. تمريرات صحيحه 36 من 42 قطع 9 تمريرات منهم كوره او كورتين مؤثرين جدا. الالتحامات الهوائيه خد 8 من 11. نجم المباراه او رجل المباراه كابتن علاء. انا من وجهه نظري محمد مجدي ومن المقاولين المجلي. طب من الاهلي بس محمد مجدي. طيب ليه المقاولين لا لا ما خلاص احنا عارفين المقاولين مجلي هنقول كلنا مجلي لان هو كان مجلي يمكن تقريبا ابرز اللعيبه في النادي المقاولين النهارده. محمد مجدي من وجهه نظري. كابتن محمد يوسف. انا رايي كهربا يعني انا وجهه نظري كهربا كان عامل دور كبير. اولا الشوط الاولاني هو ابرز لاعب ابرز لاعب في النادي الاهلي مظبوط بل في المباراه مظبوط. الشوط الثاني كمل يمكن تعب اخر 10 دقايق ولا حاجه وده طبيعي جدا لانه بذل مجهود كبير يعني بذل مجهود كبير بس في النهايه انا اديله احسن لاعب في المباراه. كابتن عادل. كهربا عمل حاجات كتير النهارده احسن من الفتره اللي فاتت والنهارده اشتغل على حته كويسه بدا يدخل العمق كتير اتفضل احمد فتحي كتير عمل كم لونج سبرنت كتير عمل حاجات كان عنده فعاليه هجوميه بالظبط نقل الفرقه في كذا كوره انت صحيح. برضو بتبقى محتاج الحاجات دي وكمان صحيح. لو وبره ملعبك كمان اعتقد الحاجات دي هتبان اكتر مع فرقه انت بتهاجمك كتير مظبوط. فانا شايف ان الكهرباء النهارده يعني احسن واحد في الملعب. كابتن هاني. رقم واحد كهرباء ورقم اتنين ايمن اشرف. كهرباء يعني زي ما الكباتن قالوا الراجل انا ما قلتش انا قلت محمد مجدي ما غريب قوي حد كابتن مجدي انا بقول يا سيدي انت علاء ولا انا علاء خلاص هو هو الراي هو الراي ودي وجهه نظر خلاص كل واحد احنا قلنا كهرباء ما احنا محللين ليك يبقى الاغلبيه الاغلبيه بتقول ان انت تعدل على كابتن ايهوب تقول ودي صحيح في ايه يبقى الاغلبيه بتقول ان كهرباء لا بس هو الكابتن يعني كلنا يا ايمن اشرف يا كهرباء انا وجهه نظري هو وجهه نظره خلاص هو عنده الحريه يقول وجهه نظره فوق راسي يا كابتن انما ما خلاص يبقى الاغلبيه قالت كهرباء. عموما هنروح للقاء مع زميلنا محمد توفيق ولقاء مع الكابتن حسن الشامي من ملعب المباراه وبعدين نروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس والحديث عن الحاله التحكيميه. اهلا بيك مره ثانيه يا كابتن ايمن. بعد انتهاء مباراه الاهلي والمقاولين بفوز النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء ويمكن معانا بعد انتهاء المباراه حسن الشامي كابتن نادي المقاولين. يعني كابتن حسن هارد لك النهارده مباراه كبيره ويمكن اداء عالي طول الموسم يمكن بنسبه كبيره قربتوا من المركز الرابع لكن النهارده الهزيمه امام النادي الاهلي يعني شفت المباراه ازاي في الملعب؟ طبعا الحمد لله. طبعا احنا ماشيين بشكل كويس جدا من اول ما الكابتن عماد جالنا الموسم اللي فات من فريق بينافس على الهبوط لفريق بيوصل المركز الخامس وكان بينافس على المركز الرابع بقوه الموسم اللي فات من بدايه السيزون ده واحنا الحمد لله في المربع ما بعدناش عن المربع خالص من اول مباراه لحد النهارده. النهارده بيلعب فريق الاهلي فريق كبير فريق الاهلي غني عن التعريف لكن النهارده الدوافع مختلفه شويه والاداء مختلف شويه عند النادي الاهلي بسبب وجود مدير فني جديد كل اللعيبه بتحاول تقاتل في الملعب وتثبت نفسها وده اللي صعب علينا المباراه بشكل كبير لكن الحمد لله ادينا مباراه جيده جدا قصاد نادي كبير
هارد لاك لينا النهارده ان شاء الله نقدر نعوض في المباريات اللي جايه. عندنا 3 مباريات ان شاء الله نقدر نحقق مكسب من اي مباراه فيهم، ان شاء الله نحافظ على وجودنا في المربع ونكون لينا دور ان شاء الله في الكونفدراليه باذن الله. يعني انا شايف كابتن عماد اجتمع بيكم بقى فورا انتهى المباراه في اوضه اللبس، يعني ابرز الكلام اللي كابتن عماد قاله لكم بعد عقب انتهاء المباراه. كابتن عماد عنده ميزه كويسه جدا ان في المباريات اللي بنخسرها دايما ما بيجيش على اللعيبه، بيشكر اللعيبه وبيقول لكل لعيب ادى اللي عليه. عندنا مباراه بعد 4-5 ايام هنركز فيها، هنذاكر فريق طنطا بشكل كويس. المباراه صعبه خارج ارضنا، هنحاول نقاتل فيها ونجتهد وناخد بكل الاسباب ان احنا نقدر نحقق مكسب يريحنا ان شاء الله، وما ننتظرش المباريات اللي باقيه. دايما الكابتن عماد من اول يوم موجود معانا فيه هو داعم لينا بشكل كويس جدا، بيساندنا في التوقيت ممكن يقرص علينا او يشد علينا شويه في التوقيت اللي احنا بنكسب وبيحصل تراخي، لكن طول ما احنا بيحصل دروب او مشكله في النتائج لا بيبقى سبورت لينا بشكل كويس جدا وبيساندنا وبيدعمنا بشكل كبير جدا. شكرا كابتن، بالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. شكرا. كابتن ايمن دقق لقائنا مع حسن الشامي كابتن نادي المقاولين عقب انتهاء المباراه. يمكن من خلال متابعه المؤتمر الصحفي الكابتن عماد النحاس عقب انتهاء المباراه فورا كان اتكلم كويس جدا عن النادي الاهلي، قال النادي الاهلي نادي كبير قدم مباراه كبيره واستحق الفوز النهارده. يمكن كان هدفنا 3 نقاط والتقرب خطوه للمركز الرابع وضمان المركز الرابع، لكن ما قدرناش نعمل دوت. واشاد جدا بالنادي الاهلي. يمكن اتكلم كمان احد الصحفيين سالوا عن هل حد فتحك في مفاوضات لتولي مهمه النادي الاهلي في الفتره الاخيره، فقال اللي اقدر اتكلم فيه بس في الموضوع دوت ان احنا في مدير فني موجود في النادي الاهلي كلنا خلفه، واهم حاجه لكل ابناء النادي الاهلي هي مصلحه النادي الاهلي اولا واخيرا، وكلنا وراء مستر موسيماني في الفتره الجايه وان شاء الله يكون التوفيق حليفه ويحقق بطوله افريقيا. واتكلم عن النادي الاهلي وقال انه كان احق بالفوز النهارده، وقال ان شاء الله ان عندنا فرص في المباريات القادمه ان احنا نقدر نحقق الـ5 نقاط اللي محتاجينهم ونحصل على المركز الرابع. دي كانت الاجواء هنا كابتن ايمن، وتواصل معاك في قادم المواعيد.